تحياتي لحضراتكم جميعا، معكم دكتور محمد أنس الباز. إن شاء الله تبقى الورشة نافعة بإذن الله ومفيدة النهاردة. احنا اتفقنا مع بعض إن احنا إن شاء الله النهاردة مفيش حد فيكم هيمشي إلا لما يكون مخلص أو عارف إن هو يجيب أحدث الدراسات السابقة وأحدث الأبحاث والرسائل الماجستير والدكتوراه اللي هو عايزها بأي لغة، والكتب اللي هو عايزها مجانا ينزلها بدون أي مشاكل. في حد له أي طلب تاني؟ على كل الأحوال موقع سكوبوت له الشكر الكبير إن احنا عرفنا من خلاله موقع اسمه كونكتد بيبرز. كونكتد بيبرز عبارة عن موقع شغال بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده بيجيب لك أقرب روابط عناوين الأبحاث والدراسات الأقرب إلى عنوانك، ويقول لك عليها إن هي مدى قربها سواء في عدد المراجع اللي هي خاصة بين الاتنين اللي هي الاقتباسات، أو في الكلام المكتوب جوه، أو في النتائج أو توصيات. بيعمل لك نوع من المقياس ما بين قربها أو بعدها عن اللي أنت عايزه. كمان الموقع سكوت برضو ده هو أعلن ده على اليوتيوب في فيديو ان في موقع اسمه كونكتد بيبرز ممكن تجيب منه كل ده. بعد كده برضو اعلن على مكتبة جينيسيس، ودي ممكن نكون عارفينها بس في ناس مش بتعرف تنزل من عليها، فهو عمل الطريقة بتاعة التنزيل حتى في اللي هي الروابط بتاع الكتب اللي هي مش PDF، ودي طبعا كانت مشكلة كبيرة. كمان جايب لك انا حاجات تنزل عليها بطريقة مباشرة، رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه بالعربي، في عربي وفي انجليزي، في كل اللغات، وفي كمان في حاجة فرنسية كده جايبها لك برضو بتاعت رسائل ماجستير ودكتوراه فرنسية. دكتور محمد أحمد، يعني طيب نبدأ ب كونكتد بيبرز. شايفين الشاشة؟ تمام، ده موقع كونكتد بيبرز. كونكتد بيبرز معاك دكتور وليد. كان في اكبر ظن ان انا كنت هنزل على طول المحاضره بس حصل ظرف ما عرفناش ننزل الفيديو. الرابط معاك ايا تاخد اول باول. الموقع ده يا جماعه شغال بالذكاء الاصطناعي عن طريق ان هو بيجيب لك اقرب الابحاث المرتبطه ببحثك. طب ايه الفرق ما بينه وبين جوجل؟ كل المواقع دلوقتي، جوجل ده يعتبر ام لكل حاجه على وجه الارض بالنسبه للتكنولوجيا بتاع البحث، ولكن حصلت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لجوجل أو غيره. إن دلوقتي بقى الاستراتيجية اللي ماشية إن هم عايزين يحجموا اللي يظهر لك، بمعنى إن جوجل بيجيب لك طن من المعلومات، فإحنا ما قلناش هنقدر نتعامل مع الأطنان دي لأن كل يوم أطنان زيادة بتزيد في المعلومات والتكنولوجيا. فبدأ الاتجاه كله إن الأطنان دي تقل وعايزينها مركزة أكتر. نفس الموضوع بتاع الموقع ده، ان هو بيجيب لك حاجات مركزة اكتر من جوجل سكولر. على فكرة هو مرتبط بجوجل سكولر على كل الاحوال وسيمانتك. بدل ما كنا هنشرح جوجل سكولر وسيمانتك، بما ان كل الناس اصلا في الاستبيان اللي احنا عاملينه عارفين المواقع دي، طبعا هو بنك المعرفة والمدار المنظومة طبعا، فهي كده كده جواه، فقلنا نشرح ده وما نشرحهمش ونسيب وقت نشرح حاجة تانية افضل. طيب بكل بساطة هو ده الموقع، انت تفتحه هيظهر لك الشكل ده. بس مجرد المتصفح هنا تكتب اي حاجة انت عايزها هتظهر لك، وهو في لغة عربية على كل الاحوال. طيب اظهر النتائج ايه؟ طبعا النتائج هنا غير محدودة، تحت الفات. طيب لو دخلنا على أي واحد، ده نفسه، شايفين الشبكة دي؟ الشبكة دي عبارة عن كل الأبحاث المتصلة بالبحث ده. كل ما الدائرة دي تبقى غامقة، كل ما ان البحث ده مرتبط بالبحث اللي انت مختاره او اول بحث انت اخترته وبتبحث عنه بدرجة كبيرة، كل ما ما الدايرة دي تبهت، كل ما تكون بعيدة في بعض الشيء عن البحث اللي انت عايزه. يعني ده بحثنا اهو، دي ابحاث مرتبطة، دي ابحاث يعني مرتبطة الشبكة دي. طبعا كل ما بندوس على حاجة هيجي على اليمين هنا ايه البيانات بتاعتها. عندنا هنا تحميل بتاعها، أربع أيقونات للتحميل منهم جوجل سكولر وسيمانتيك. طبعا جوجل سكولر وسيمانتيك لوحدهم
محركات بحث سيمانتك دي مشهورة جدا زي ما انتوا عارفين، وطبعا جوجل سكولر كلنا عارفينه. لو فتحنا هتلاقي العنوان هنا اهو، او هتلاقي دي بي دي اف اهي، نزلها بي دي اف، حملها بي دي اف على طول. وفي غيرها من اركايف هارفارد ايديو كويلي دوت كوم اليج ابن، كل دي دور نشر، ونشرها بي دي اف عادي تنزله. نفس الموضوع في سيمانتك، تنزلوا من سيمانتك اهي، ودار سيمانتك فيها اكتر من 200 مليون سيرش ريسيرش، نزل كل اللي انت عايزه. واحد تاني، ثالث، رابع، يرجع تاني الموقع بكل بساطة. ده الموقعين اللي أساسه هو جايب منهم، ويعتبر ده موقع روابط، مش انت بتحمل عليه من مباشر، فهو بيجيب لك أقرب الحاجة اللي انت عايزه بدون يعني بدون تكتير عليك. تمام كده، أبحث في أي أسئلة بخصوص النقطة دي. في أي أسئلة يا جماعة بخصوص النقطة دي؟ سيمانتك مجرد كتابتك للأمر هنا اهو، ايكونومكس اهو. لا هو ما بيجيبش بي دي اف جنبه، اهو بيجيب اهو، انتي بتشوفي هو منزلها بي دي اف اهي، الرابط بتاعه دي كل بياناته الابره دي، حتى دي مراجع متعلقه بالاسم بتاع البحث اللي انت اخترتيه، وده الدو اي، ده الرقم المرجعي بتاعه، وده شرح عليه بعد الشرح. اهو احنا اخترنا بس واحد من كل النتائج، هو مش هتلاقي الا بار واحد بس كده. والله يا فندم اللي انا فاهمه ان كونكتد بيبرز ده يعتبر بيهرب من حقوق النشر بان هو بيجيب الروابط بتاعتهم، لان هو لو جابهم وحملهم من عنده يبقى هو كده مكتبة ليهم، فهو بيوديك ليهم، يعني بيوديك ليهم. ده اللي انا فهمته من التعامل معاه، بس انا نزلت كمية ابحاث رهيبة من عليه يعني. ايوه حدد عنوان بس، نكتب حاجة بالعربي يعني. ماشي هو لو مفيش حاجة مش هيجي جايب اهو، ده موجود على سيمانتيك وموجود على جوجل سكولر. طيب أرزاق ادعيلنا بقى. أهلا بحضرتك يا فندم، ده معمول حاجات مباشرة ايه؟ تحت أمرك يا فندم. مين بيتكلم مع حضرتك؟ عليك السلام، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك. ولا حاجة والله، أنا دخلت كده بس، أنا أهو ولا حتى عملت لوج إن، أنت بتدخل كده أهو على طول تكتب على طول وخلاص، يعني أنا حتى لوج إن أهي ما عملتهاش، وأهي ماليش حساب ولا حاجة أهو، شايف؟ شايف المؤشر؟ كل المواقع دي ببلاش، أنا مرضتش أعقد الدنيا وأجيب جوجل بوكس، لأن هي جوجل بوكس أصلا بفلوس، وهتفضل تزل فينا ومش هيرضى ينزل لنا اللي احنا عايزينه. وجوجل سكولر اعمل فيه حساب، اعمل في ده حساب واعمل في ده حساب، وحساب على فكرة مجاني، يعني الحسابات على مجاني،
كمان مثلا حاجة زي ريسيرش جيت برضه ما رضيتش اجيبها. انا مش عايز، مش يعني عايز اريحك خالص، انت ما تتعبش، عايزك تدور على طول بطريقة مباشرة وتدخل تلاقي حاجتك بكل بساطة يعني. يعني ايه كيبورد دكتور عبد الحميد؟ يعني كلمات افتتاحية بس يعني، ولكن البحث عنوان البحث كامل. ده انت قسم العناوين كلها وابحث عن كل عنوان وافضل حور في الكلام علشان يجيب لك. اي تعامل مع الذكاء الاصطناعي، انت بتتعامل مع آلة، الآلة محتاجة تحوير في الكلام، حور في الكلام معاها زي ما بتتعامل وبتعمل سيرش مع جوجل، كل الحاجة كده. طيب انا حابب اعلن معاكم كمان عن حاجة مهمة هعملها ان شاء الله خلال الفترة الجاية دي، ان الفترة الجاية ان شاء الله نعلن عن مبادرة لإعداد البحث العلمي، مبادرة مجانية لإعداد البحث العلمي، هأعلن عنها واللي هيسجل معانا هنكلم مجموعة مجموعة هبعت لهم على الواتس ان شاء الله بميعاد المحاضرات. هنحاول نعمل برنامج شامل، ان الباحثين يبقوا معانا من الاول خالص، من اول اختيار العنوان لغاية يوم المناقشة، ازاي تكتب كل حاجة في البحث بتاعك بنفسك، وازاي تختار عنوان، ازاي تسجل، ازاي تعمل خطة بحثية، ازاي تنزل مراجعك كلها، ازاي تبدأ تكتب وتقرأ وتتعامل ازاي، كمان إعادة الصياغة، كمان التوثيق، كمان الموضوع بتاع الاقتباس والمشاكل بتاع برامج البلاجريزم، يعني كل حاجة عن البحث العلمي إن شاء الله هعلمها لك خلال الفترة الجاية دي. الفترة دي اللي هي فترة الصيف إن شاء الله 6 و7 و8 بإذن الله. أرجو الناس كلها تسجل معانا، إحنا يعني جروب التليجرام كنا عاملينه بس بهدف مستخدمي سكوبوت، هنوسع الموضوع اكتر لان احنا مش هنتكلم عن سكوبوت باساسه، احنا هنوسع الموضوع خالص خالص بان احنا هنتكلم عن كل حاجة تساعد البحث العلمي وتساعد الباحث في ان هو يكتب بحثه بنفسه، يكتب بحثه بنفسه. ف يعني ان شاء الله كلكم تكونوا معانا باذن الله. هننزل الرابط، رابط تليجرام اهو، القناة دي قناة تليجرام، وبرضو على حساب الفيس بتاعي، اللي يعرف حساب الفيس هنزلها، وانزلها على اكتر يعني معظم الجروبات بتاع الدراسات العليا اللي انا اعرفها. وان شاء الله يعني خلال الكام شهر الجايين دوما اللي له اي حاجة متصلة بالبحث العلمي حاول يخلصها، يعني فرصة انا معاك، ده كله مجانا يعني بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمه. نحاول نتعلم من بعض، نحاول نساعد بعض قدر استطاعتنا. ادي كونكتد بيبرز للابحاث، هنعوز ننزل حاجات مرتبطه بالرسائل الماجستير والدكتوراه. الموقع ده بقى ايه يعني، موقع عظيم جدا جدا جدا، لان دي ال تي دي الموقع ده يا جماعه مهم جدا جدا، الموقع ده مهم يا جماعة، من رسائل الماجستير والدكتوراه من كل يعني من كل التخصصات وبكل اللغات، ومجانا بتنزلها تحميل مباشر. ده حساب الفيس يا جماعة بتاعي، حد عايزه بيسألني، ده حساب الفيس يا جماعة. أنا جايب لك موقعين مختصين بالرسائل العلمية، خلينا ندور في العنوان اللي هو قانون التعاقدي ولا كان ايه، صح؟ كويس، حاجات كتيرة يعني. طيب دي رسائل، ده قديم قديم، عايزين حاجة جديدة، ده حديث، حلو جدا. امبارح استاذ انا كان مكسوف سوسادا ديفورسز الى العنوان. طيب ده اللينكات بتاع الداونلود،
لو عايزين ننزل مباشرة اهو. ماشي يا فندم، حاضر. كده كده ال البي دي اف اهو، او اللينك الخاص بيه هيروح فين. فتحناه، تمام كده يا جماعة، ده موجود فيه كل اللغات على كده. ماشي، في أي أمر بالخصوص بتاع الموقع ده يا جماعة؟ في حاجة بخصوص الموقع ده بتاع الرسائل ده؟ تمام. طيب ده الموقع الثالث بتاع رسائل، هو أنا فاتح قدامكم اهو، يعني الموقع بيفتح كل اللغات اهو، ده انجليزي اهو. طب انتوا كتبتوا ايه؟ حضرتكوا كتبتوا ايه؟ ماشي، جاي فرنسا اهو، كويس والله. هو شكله اصلا في الاصل فرنسي، بس هيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه على كل الاحوال. يعني لو في حاجة مايش فرنسي عليه في الموضوع بتاعنا، هيجيب في عمق معرفة اهو. توظيف ممارسة التعليم الإلكتروني في تدريس مقرر، تقييم تربوي لتنمية مستويات عمق المعرفة. طيب خلاص، خلصنا البحث يا فندم، مبروك. وبي دي اف اهو. طب حضرتك دورت على عنوان يا فندم؟ دكتورة، ده موقع سيسيز، بمعنى لو مهوش عليه مش هيجيه. ده فرنسي، فرنسي عربي، فرنسي اهو، اضغط عليها 2016. ايه اي سؤال تاني بخصوص الموقع ده؟ جامد، تلاقيه ما لقيتوش يبقى مش عليه بكل بساطة. شوف حاجة تانية، دور تاني، دور تالت، هتلاقي هتلاقي. لا كويس كويس، انا قصدي ان هو مش بالضروره هتلاقي في عربي، بس بسيط، مش كتير. هي اللي احنا مقسمينها على جزئين، هنخلص المراجع، بما ان كده كده المراجع ده هنرفعها على، خلينا نكتب كده البرنامج برضو. شايفين الرابط؟ الرابط مباشر كمان اهو. حلو، دكتوراه يا جماعة، هي الدكتوراه مكتوبة في 120 صفحة، انت متخيل يا دكتور؟ بالظبط ده اللي هيحصل، ده اللي احنا بنسعى، يعني ده نمط المحاضرة اللي احنا بنوصل لكده. احنا حملنا كل اللي احنا عايزينه عشان يبقى انت كده خلصت ابحاثك، لان سكوبوت بيفترض فيك ان انت عامل حاجتين. الحاجه الاولانيه انك انت معاك خطه لبحثك، وان تاني نقطه ان يكون معاك مراجعك بي دي اف. فاحنا بننزل لك الحاجه بتاعتك اهو، عشان احنا لما كنا بنتكلم عن سكوبوت لوحده في مشكلتين للباحثين طلعوا. المشكله الاولانيه في المراجع، ما اعرفش ازاي الناس لسه عندها مشاكل في المراجع دي، برضو حاجة يعني احنا بنعاني من كتر المراجع مش من قلتها والله. ايوه يا فندم، انا هعمل كده بالظبط، انا هعمل بحث عربي وبحث انجليزي على سكوبوت وهوريهم لحضرتك دلوقتي، بس لما اخلص. يعني دي ده الجزء الثاني من المحاضرة. احنا مع بعض لغاية الساعة 12 يا فندم، عادي. فانت مستعجل مستعجل، يعني خليك بس معايا نخلص الحاجة دي. ده بتاع العمق المعرفي ده ما جبناه من هنا اهو، في كام نتيجة تحت هنا، في 20,000 نتيجة. يعني في 20,000 نتيجة هنعمل ايه تاني؟ طيب دي رسائل، ورسائل والعمق المعرفي هنا جاب برضو اعتقد. طيب كده خلصنا الماجستير والدكتوراه والابحاث والدراسات السابقة، وقلنا ان الكونكتد بيبرز موجود فيه موجود في سيمانتيك والجوجل، ده موقع جينيسيس، ليبراري جينيسيس، دي مكتبة كتب، هي عليها كل حاجة،
يعني عليها مجلات علمية وأوراق وأبحاث، بس يعني هي مشهورة أوي بالكتب. هيطلع لك كل النتائج ده اهي، اللي طبعا ده كان شهرة موقع سكوبوت، هو اللي منزل الحاجات دي على اليوتيوب بتاعه، منزل الاتنين دولت اللي هي جينيسيس والكونكتد بيبرز، فشكرا لهم الصراحة ان هم عملوا حاجة زي دي. انا يعني ما كنتش اعرف كونكتد بيبرز ده على فكرة، ولا جينيسيس كنت بعرف انزل من عليها كويس، كنت اعرفها بس مش يعني مش بتشجع كده ان ادخل. طيب دلوقتي في اسم الكتاب اهو، اسم الاوثر، اسم الكتاب، دي الناشر، سنة النشر، عدد صفحات الكتاب انجليزي ولا عربي، ده الاكستنشن بتاعها بي دي اف اهو، لان في ديجافو وفي حاجات تانية، ده 3 ميجا البي دي اف، امبراطورية البي دي اف. تاني واحد ايكونوميك، موجود برضو في اوكسفورد، دي روابط التحميل. خلينا مثلا على التاني ده ننزله، عشان ننزل الكتاب ده نعمل ايه؟ حد فتح يا جماعة الموقع؟ طيب في امتداد اسمه ديجيفو، ديجيفو ديجيفو ديجيفو، الامتداد ده نزل من عليه برضو، نزل من عليه عادي، خليه ينزل، وبعد ما ينزل ايرور ده كده مشكلة في النت. طيب هو الرابط التاني ده انا بحب انزل من عليه، اللي هو التاني ده، اضغط ونزل وحمل مباشر. طيب لو انا عندي حاجة مش بي دي اف، دي جي فو، هتجيب الموقع بتاع موقع تحويل، هتكتب تحويل دي جي فو، هيجيب لك مثلا كونفرتيو، كونفرتيو ده موقع بتاع تحويل، هتختار الملف من على الكمبيوتر بتاعك وتقول له حول، هيحوله لك لبي دي اف بكل بساطه. بس لما بتحول من دي جي فو لبي دي اف بيبقى سكانر، يعني اللي هو ما تاخدش منه كوبي، بيبقى اصعب انواع البي دي اف، يعني بيبقى رخم. ماشي يا جماعه، نشوف عنوان تاني. موجود ولا مش موجود؟ موجود كوجنيشن، مفيش. ماشي، مشروع القانون، تنزل ده. رأيت إن كله PDF. كتاب الإدراك، لا حلو ده، كله PDF مفهوش مشاكل. في حاجة غير ديجي بو أنا شفتها، روابط تانية برضو، روح على الموقع ده وحول، يعني خد الموقع ده بتاع كونفيرت ده، حول عليه أي حاجة أنت عايز تحولها، ده موقع للتحويل مش عليه كتب، انت بتحول اي حاجة لبي دي اف. هو عليه طبعا اعتقد كده عليه وورد، بس طبعا ايه ما بيحولش طبعا وورد خالص، يعني ايه ما تعتمدوش عليه في الملفات الكاملة طبعا، ممكن يعمل صفحة ولا حاجة. يعني ده احنا بنتكلم على دي جي فو لبي دي اف، ده سهل. سكوبوت في تحويل الملفات البي دي اف عربي وانجليزي لوورد، ده عشان انا كنت مشترك في مواقع بقى ايه مش المجانية، كل ما الحاجة تبقى ببلاش كل ما الحاجة ما تبقاش كويسة، زي جوجل ترانسليت كده تمام. بس مفيش حاجة هنا بتحول الوورد، يعني كويس مفيش الا سكوبت. على كل الاحوال السكوبت بيبحث داخل مراجعك، فبيفترض فيك ان انت تكون محمل المراجع عليه كده كتب خلاص. ده بقى للناس اللي هي عايزة بالفرنساوي بس، يعني اللي هي مالهاش دعوة الانجليزي والعربي، ده من افضل المواقع لتنزيل الماجستير والدكتوراه للفرنساوي، اي حاجة مكتوبة باللغة الفرنسية، ماجستير ودكتوراه.
الموقع ده كويس جدا جدا جدا. الرابط بتاعه اهي. ده كده الخمس روابط يا جماعة، الناس اللي تسأل على الروابط، دكتورة انتصار، والناس اللي ما دخلوش معانا من الأول، إن شاء الله نعلن الأسبوع ده بإذن الله أو خلال الأيام اللي جاية عن مبادرة لمساعدة الباحثين. إن شاء الله ناويين نضرب فيها آلاف الباحثين خلال ال3 شهور الجايين بتوع الصيف. هننزل اللينكات بتاع التسجيل علشان هنتصل بقى مجموعة مجموعة، لأن احنا ممكن نعملها شبه يومية، ساعة كل يوم أو ساعة ونص. أرجو إن حضراتكم أي حد تبعكم عايز يشترك يسجل براحته، أي حد يسجل معانا، وإن شاء الله نتواصل مع مجموعة مجموعة بحيث إن احنا نبعت لهم اللينكات بتاع المحاضرات أول بأول. نخلص أول بأول، هنبدأ من الأول خالص من تحديد المشكلة وصولا لغاية يوم المناقشة، مرورا بخطط البحث ازاي تكتب خطة بحث او بروبوزال عموما، وازاي تجمع مراجعك، ازاي تبدأ تكتب، ازاي تبدأ تشتغل بأي أداة بحثية، ازاي بعد كده تبدأ تعيد الصياغة، وموضوع الاقتباس، اي حاجة فيها مشكلة بحثية ان شاء الله بالموضوع بتاع المبادرة. لكن الورش العمل انا يعني كده دي ورشة العمل ال10، ما عملتش الشهادات لحد. فأعتقد الداتا اللي احنا بنقولها أو المعرفة البشرية من أيام سيدنا آدم لغاية سنة 1750، لو اعتبرناها واحدة واحدة أو اعتبرناها مثلا 10 معلومات مثلا، يعني 10 معلومات، فمن أول الثورة الصناعية من 1750 لغاية 1990 تم عمله في العلم والتطوير في الكم المعلوماتي بيساوي من اول ايام سيدنا ادم لغايه 1770، يعني في 150 سنه تم عمل عمله اللي قد اللي اتعرف قبل كده في الكم المعلوماتي. وكانوا حتى بيضربوا مثل بمثلا العدد الاسبوعي من جريده واشنطن بوست، كان بيبقى 100 ورقه، 100 ورقه دول ممكن في حد في سنه 1700 ما يعرفش المعلومات دي كلها طول حياته، طول حياته ما يعرفش كميه المعلومات ال 100 ورقه دول اللي مكتوبين في ال 100 ورقه طول حياته. بعد كده من سنة 1900 لغاية سنة 1950 تم في كم معلوماتي تم اختراعه في مجموعة العلوم على وجه الأرض للبشرية كلها لكل الناس، قد ال 150 سنة، قد الآلاف السنين اللي قبل 1750. بعد كده تم في الأربعين سنة 1950 ل 1990 نفس اللي حصل، اتضاعف في 40 سنة بس. بعد كده في 10 سنين بس، اللي هو من 1900 ل 1900 ل 1990 ل 2000، تم مضاعفة الموضوع مرة كمان نتيجة بدء موضوع اختراع الكمبيوتر وبدء انتشاره. بعد كده قال لك كل 4 سنين الموضوع هيتضاعف، ومن لغاية سنة 2010 بدأ الموضوع يتضاعف كل سنة، من 2020 بدأ يتضاعف كل شهر ككم معلوماتي. فالكم المعلوماتي ده علينا البشر مش هيعرف يتعامل معاه، فبدأ الفكر كله يتجه للذكاء الاصطناعي ان هو يحجم. ممكن دكتورة وفاء تقفلي المايك لو سمحت، دكتورة وفاء احمد تقفلي المايك. فبدأ بقى الكم المعلوماتي ده كله، كل الناس تفكر في ان هي تجيب الخلاصة، تجيب الخلاصة، ومنها سكوبوت نفسه ان هو يجيب لك الخلاصة. فبدل ما انت تقرأ 100 أو 200 أو 300 مرجع علشان تبدأ من الصفر في موضوع إعدادك للإطار النظري، هو بيجيب لك الاقتباسات المهمة من 100 200 300 500 مرجع، 1000 مرجع، بيجيبهم لك في 500 600 أو 1000 صفحة على حسب ما انت حاطط عليه، واقرأ بس اللي هو جايبه لك. واللي جايبه لك ده ما هواش معلومات تافهة، هو جايب لك حاجات مرتبطة جدا بموضوعك، فانت اجتهد بقى فيهم، لانك انت اللي هتكتب بحثك بنفسك. سكوبوت مش هيعمل لك حاجة، هو مجرد محرك بحث بيقتبس لك الحاجات المباشرة بموضوعك، فبيمنع عنك ممكن ان انت تضيع وقت شهور ان انت تعمل نفس العملية اللي هو يعملها في يوم او اتنين على حسب عدد المراجع اللي انت رافعها عليه، فيبقى هو كده حملك وقتك.
ان انت تعمل الجزء او الاطار العملي بتاعك، او تعمل تتعمق اكتر في الاطار النظري، او تشتغل اكتر على كتب اكتر. بمعنى انا مثلا اخري طاقتي مثلا في الكتابة، الدكتور طالب مني ان انا بعد السنة دي هيستلم مني الشغل كله في الماجستير، ومش هعرف اجدد او هيفصلني وانا عندي شغلي عندي كذا. مفيش مشكلة، انت بتشتغل الساعتين او الثلاثة بتوعك في البحث وبتجتهد وبتتعلم، كده كده انت عارف عن موضوعك، وكده كده انت عملت بروبوزل وعملت شغل على موضوعك كويس، فانت ما انتش صفر، ما انتش صفر. في ناس بتعترض عليا بان هنا كده ما بعملش تعميق للاطار النظري، لان ما بعلم الناس على سكوبوت. طبعا يا ريت سكوبوت ده بتاعي، يا ريت اعرف اشتريه ويبقى الموقع بتاعي، ده يعني امل عظيم جدا. يا ريت. في ناس قاعده بتهاجمني بدون داعي مش عارف ليه، على ان السكوبوت ده كده بيضر البحث العلمي و فيعني لو احنا قلنا ان السكوبوت بيضر البحث العلمي او اي اداه بحثيه بتضر البحث العلمي، فبلاش بقى نتعامل مع جوجل، وبلاش نتعامل مع المكتبات اللي هي الموجوده دي، وبلاش نتعامل مع التكنولوجيا عموما، وبلاش تكتب على الكيبورد، بلاش تستخدم لاب او كمبيوتر او موبايل، بلاش تعمل الكلام ده كله. موضوع التعمق في الاطار النظري كده كده اصلا الطالب عارف عن موضوعه عن طريق ان هو عمل حدد مشكله وعمل خطه بحث مع مشرف، والمشرف ده بعته السيمينار، كل القسم بتاعه القسم بتاعه او اللي هو اختاره قعد معاه في سيمينار، وتم عصر الطالب تماما ان هو عرف عن حاجه هيكتب فيها بعد كده، جم وقري مراجع كتير عن الموضوع او احدث المراجع عن الموضوع مؤقتا، بعد كده تم تعديل وتم الشغل على الموضوع اللي هو هيبدأ يشتغل فيه كرسالة. بعد كده هو بدأ يجمع مراجعه، فكده يجي بعد موضوع تجميع المراجع كده جت مرحلة سكوبوت. سكوبوت بيديك منتج وسيط، بيديك نتائج متعلقة بالفهرس بتاعك اللي انت كتبت فيه خطة، ان انت تكون معاك مراجعك وتكون معاك خطة بحثك، بعدها بيطلع لك نتائج متعلقة بخطة بحثك من المراجع دي. يعني سكوبوت بيبحث لك بداخل المراجع بتاعتك، بيطلع لك اقتباسات مباشرة وحرفية متعلقة تماما بحاجتك، مش بتحتاج بعده ان انت ترجع للمراجع دي تاني، مش بتحتاج بعده ان انت ترجع للمراجع دي تاني، لان الخيارات اللي هو جايبها لك واسعة جدا بتشتغل من عليه. بالاضافة ان هو بيطلع لك النتائج دي في ملف وورد، او هو حول لك اصلا كل الملفات البي دي اف لوورد، فيبقى هو كده كمان ريحك من الكتابة، انت بتعمل بعده اعادة صياغة، فقط اعادة صياغة، وطبعا بتختار اللي انت تقرأ اللي هو كتبه اللي هو جابه لك، وبتختار منه اللي انت عايزه، وبعد كده بتعمل منه اعادة صياغة علشان تكتب بحثك، لان هو مش اللي طالع لك ده ما ينفعش تقدمه للدكتور، او ما ينفعش تقدمه كده، لازم تتعامل معاه، لان هو ما قالكش ان انا هعمل لك بحثك، ده هو اصلا اللي خلاني اتمسك بيه ان هو مش بيعمل البحث، هو عمل لك نتائج متعلقه ومرتبطه بطريقه مباشره بالخطه بتاعتك، وريحك من الوقت اللي ممكن كنت تبذله شهور وممكن سنه. وفي ناس بتحبط في النص، وفي ناس بتكتئب، وفي ناس بيحصل لها مشاكل كتير، وفي ناس بتتفصل من طول المده بتاعتها. مش بيحصل يا جماعه، ولا انا بقول كلام ما بيحصلش؟ يحصل ولا ما يحصلش يا جماعة؟ ايوه بيحصل يا طب ابني. للناس اللي هيبقى مجموعات كده، عشان مش هينفع يبقى كل الأعداد مع بعضها، عشان يبقى في استنفاع من الناس، ونبدأ معاهم من الأول للآخر بإذن الله. طيب سكوبوت قلنا إن هو مجرد محرك بحث، محرك بحث بيساعدك إن أنت تبحث داخل مراجعك. أنت بكل بساطة ده الموقع أهو، ده سكوبوت، وده في عربي على كل الاحوال. الليبر جينسز احنا كده كده الناس بتشتكي من الانجليزي، لما احنا عملنا الاستبيان انا سجلت فيه سؤال، مع كل سؤال هدفه هنعمل ايه في المحاضره، فلقيت الناس كلها معتمده على مواقع معينه اللي هم ايه بالاساس، دار المنظومه وبنك المعرفه اللي هو اصلا الناس كلها عارفاهم، فده بينزل لك عربي،
خلينا بقى في الحاجات اللي معظم الناس عايزة. لما سألت الناس انتوا عايزين مراجع بالانجليزي ولا العربي، اكتر من 60% من الناس قالوا عايزين مراجع انجليزي. فانا اعتمدت ان احنا نجيب لكم الخلاصة في الحاجات الانجليزي. طب احنا بادئين الساعة 8:30، هي المشكلة في الكتب العربية يا فندم ان معظم دور النشر مش بيتوحوها ان انت تنزلها، وحتى مش موجودة على النت اصلا عشان نحملها بفلوس. خلينا بقى في الموقع بتاع كونكتد بيبرز، هينزل لك احدث حاجة. لموضوع الكتب ما تعتمديش عليه بقى اعتماد كامل، يعني مش مهم كتب. موقع يعني، بس يعني بفلوس، بس يكون يعني هادي شوية مش ما انت عارفة ان مفيش بفلوس هادي. انت متأكدة من حاجة زي دي؟ ما عندك عربي او ارجع تاني للانجليزي. تك بس على اللوجو ساين اب، ده مجرد التسجيل، مجرد اسمك، اكتب اسمك، ايميلك، الايميل ده مهم جدا علشان بيجي لك رسالة تفعيل لحسابك عليه. حضرتك سجله معايا دلوقتي، يعني سجله معايا، انا معاك اهو. سجل من على الموبايل، سجل من على اي حاجة. في حد لسه ما سجلش اصلا يا جماعة؟ احنا 34 واحد، في حد ما سجلش؟ يسجل معايا دلوقتي، سجله معايا. الحساب ده مجانا، وليك تجربة مجانية كمان، يعني ليك تجربة مجانية، يعني ما فيش اي حاجة هنا بفلوس حتى الآن. الايميل ده مهم جدا عشان بيجي لك عليه رسالة للتفعيل. بعد كده اختار بلدك، اختار انت منين، او اكتب المفتاح قبل الرقم، ده لازم منه عشان يكلموك واتس. وهم بيراجعوا في الموقع، اذا ما فيش رقم مكتوب مظبوط بيحذفوا الحساب بحاله، واذا الايميل مش مظبوط بيحذفوا الايميل، يحذفوا الحساب بحاله، ما بيفعلوش حاجة. ايميلها واتساب بتاعها ما هماش مظبوطين، علشان هما عايزين يتواصلوا مع الناس، لان بيحصل مشاكل في الحسابات. هيوصلوا لك ازاي؟ ايميل او رقم واتساب، رقمك، وحدد المفتاح بتاع بلدك. بعد كده الكلية، اختار الكلية اللي بتاعتك. بعد كده باسورد، واستسهل باسورد عشان الناس كلها بتنسى الباسورد، معرفش ليه. استسهل باسورد، اكتب من 1 لـ6، اكتب 6 وحدات، 6 ستات، 6 4، يعني المهم يكونوا 6 حروف. اكتب اسمك نفسه، اكتبه بالانجليزي. لو هو من 6 حروف اكتبه بالانجليزي. بعد كده اللي هي شروط او الاستخدام، اجري وساين اب، بس كده انت كده سجلت وخلصت. بعد كده انت هتخش من الرسالة اللي هتجيلك على الايميل بتاعك. هي الرسالة بتيجي في خلال 2 3 دقايق، بتتبعت آلي لأي إيميل مكتوب صح عليه، وبعدين بيجيب لك كونفرميشن كده، كلمة كونفرميشن في آخر الرسالة، بتلاقي info@scopus.com، بيجيب لك كونفرميشن، بتضغط على الكونفرميشن تدخل على الحساب بتاعك مباشر. حسابك بقى إيه؟ هدخل لك أنا حسابي مباشر. سجلتوا يا جماعة؟ في أي مشكلة في التسجيل؟ سجلتم؟ دكتور محمد شداد، في أي مشكلة في التسجيل؟ دكتور عبد الحميد، ايه انت عامل من 1 لـ6 وريح دماغك. انا 1 2 3 4 5 6 بس. لا هما ما بيقولوش اي حاجة الصراحة، ما بيقولوش. لو قالوا اي حاجة يبقى الحاجة بتاعتك قبلت. في اي مشكلة مع ماشي، حلو جدا، بس المهم تفعله بس من الايميل بتاعك. فعل من الايميل ده. كده بنسجل على سكوبوت يا جماعة. في اي مشكلة قابلت اي حد فيكم في التسجيل؟ ماشي، احنا مع بعض اهو. بس ما دام انت مسجله بيانات مظبوطه، هيجيلك دلوقتي، هيجيلك اما في الانبوكس اما في السبام. انبوكس او سبام، احنا مع بعض اهو. واللي حد جاله ماشي، ما هي ايا كان، انبوكس او سبام موجوده في كل حاجه. حاضر. الموقع بسم الله.
لا هي بتيجي خلال دقيقة اتنين تلاتة بالكتير. تمام دكتور محمد، في دكتورة منا سجلتم. شكرا يا دكتور محمد. تمام دكتور، طيب حلو جدا. في حد سجل يا جماعة تاني؟ الباسورد عنده خطأ، يبقى انت كده سجلت دكتور فرح او دكتورة فرح. اللي يقول له باسورد غلط يبقى هو كده تسجل، بس في مشكلة عنده، يبقى هيجي لك رسالة. فعليك تخش من لوج ان، لوج ان هنا ايه، لوج ان وسجل. اي حاجة دكتورة، اي حاجة دكتورة، اي حاجة. لو هتسجل من الاول ساين اب، وفي بالعربي اهو النسخة العربي. سجل حسابك الان اهو، تسجيل حساب. لو انت ليك حساب سجل من هنا، تدخل اكتب ايميلك هنا واكتب الباسورد هنا اللي انت سجلت بيهم، واستسهل في الباسورد. يعني اكتب من 1 لـ6 كويسة اوي، 1 2 3 4 5 6 وهتدخل وزي الفل. يعني استسهل حاجة تحفظها عشان ما تتلخبطش وتنساها. في اي مشكلة مع حد في التسجيل يا جماعة؟ في حد لسه مسجلش؟ لا، معانا 34 واحد اهو. حد لسه مسجلش؟ في مشكلة في التسجيل اعمل معاه. في حد عايز استعملته قبل كده؟ طب لا، كلم الدعم يا دكتور، كلم الدعم هو يحل لك المشكلة. بس انت ما فاكر؟ طب ما دي مشكلة برضه يا دكتور. يعني ما موضوع كلمة المرور يا جماعة، استسهلهم علشان تتذكروها. يعني احفظوها يا جماعة، ابعتوها لنفسكم في رسالة، ابعتوها في نفسكم. طب بس كده تدوس عليكم الكونفيرميشن، هتلاقي دخلت على الحساب مباشر. دكتورة منى، عم عملت ساين ان، عمل ايه يا دكتورة منى؟ ايوه ايوه هي ده فند حسابك، ده فندم حسابك. بص يا فندم، عايزه تكتبي اسمك، بصي لي كده، بصي لي، شايفه دي؟ او بص، ماشي ماشي، ده حسابك بقى، حسابك بتاعك اهو، شايفه ده كده في هنا اهو، اهو اهو بروفايل اهو. اضغطي على بروفايل ده، اضغطي عليه، هتلاقي فيه في بيانات جوه بقى، اعملي فيها اللي انت عايزاه. ضيفي بقى، ضيفي افاتار صورتك لو انت عايزه تضيفيها، او اي صوره، واعملي اللي انت عايزاه. ده بقى حسابك عامل زي الفيس او الواتس او اي حساب بقى انت عايزاه. طبعا يا جماعه احنا بنخرج من لوج اوت هنا اهو، اخرج من لوج اوت بعد ما تحمل كتبك وتعمل حاجتك، اقفل خالص النوم وامشي. يعني لما تحمل كتبك والحاجه ما خلصتش، ما تستناهاش، اعمل لوج اوت وامشي، او اعمل قفل وامشي، ما تستناش حاجه. الموقع انت بيحتفظ باي حاجه انت بتعملها، المهم تكون عامل ابديت مثلا لو انت بترفع الفهرس بتاعك، او عامل، او ان انت عملت كرييت لو انت بترفع مرجع. وريح دماغك بعد كده، اقفل وامشي، ما تستناهوش، وما تفضلش فاتح الكمبيوتر له، هو الموقع بيتعامل مع نفسه. وانت ما دام فتحت حساب، الحساب ده مغلق عليك، محدش هيعرفه الا انت، ومحدش هياخد منه اي حاجه الا انت. انت بتدخل صفحه مغلقه وبيضه، انت بتملاها بحاجتك، حاجتك اللي هي عنوانك وجدول محتوياتك و مراجعك. بعد ما تخلص عايز تحذف ده كله، ابقى احذفه زي ما انت عايز، مفيش حذف مراجع من جوه. اطلب منهم ان هم يحذفوا لك مراجعك او يشيلوا لك حاجتك، ما هم ما عندهمش اي مشكله من اي حاجه. هتدخل هتلاقي، مش هتلاقي اي حاجه موجوده على الحساب زي ما انت عايز.
اتفقنا يا جماعة؟ طيب احنا كده أول حاجة هندخلها هنلاقي اد ريسيرش، هتضغط عليها هتلاقي اللي هوريهولك دلوقتي ده. بسم الله، هتلاقي دي أول صفحة قبالك كده اللي هي ايه، ريسيرش. هتلاقي ريسيرش نيم اللي هو اسم البحث اللي انت ناوي تعمله، اكتب هنا اللي انت عايزه، عربي او انجليزي او زي ما انت عايز. ده الكيوردز وكتر منها، اضغط يعني اكتب بس الكلمة واضغط واضغط انتر، هتعمل نفس الشكل ده. بعد كده حدد اللغة، طبعا لو انت شاري مثلا باقة منهم، باقة عربي او انجليزي وانت محددها مفيش مشكلة، بس اعتقد ان في التحديد الجديد مفيش عربي ولا انجليزي، لان طبعا الموقع انت بتدخل مباشر خلاص، ما دام دخلت كده بتدخل على حسابك، حسابك ده بيأهلك لتجربة مجانية، يعني انت ما دام سجلت ليك تجربة مجانية. تجربة مجانية تسجل تيبل اوف كونتنت، تكتب عنوان وكيوردز وتكتب تيبل اوف كونتنت زي ما انت عايز، اللي هي جدول محتويات بالفصول والابواب وكذا. بعد كده تتوكل على الله وتحمل 3 مراجع بحد اقصى 80 صفحة، على الاقل يتعدى المرجع الواحد 40 صفحة. دي التجربة المجانية الجديدة اللي هي بقت من 1/6. طبعا يا جماعة انا متابع الموقع بقالي فترة، كانت التجربة المجانية مفتوحة خالص، غيروها في شهر 2 بقت محدودة بعدد مراجع معين، بعد كده حددوها بعدد مراجع معين اللي هو كانوا 15 بقوا 10 زائد 400 صفحة، كانوا 10 كانوا 15 بقوا 5، وبعد كده رفعوهم بقوا 10 بس حددوا معاهم الصفحات بقوا 400 صفحة. بعد 400 صفحة نزلوهم. لو سمحت، ايوه يا فندم، لو سمحت أقول ايوه يعني يعني الآلية الخاصة بالاشتراك. حاضر حاضر هقول لك اهو. فانت دلوقتي بس مجرد تجربه للموقع، بقول لك كانت مفتوحه تماما، تنزل بقى الوورد وتحول مراجع من بي دي اف الوورد، هو ده براحتك خالص، ده كان مفتوح زمان. الوضع اتغير لان خلاص كده الناس يعتبر ايه، ناس عرفت الموقع، وبالاضافه ان عاد فيه كل الاليات للمعرفه بتاعته، وبقوا وكمان هم اكيد كده وصلوا ان يعني مرجع او اتنين كفايه قوي ان انت تعرف منهم امكانيات الموقع ممكن يعمل لك ايه. المهم ان انت تكتب فهرس كويس زي ما انت بتكتبه على جوجل. بعد كده بترفع، يعني وصلنا من بعد ما كانت مفتوحة وبعد كده كانت 15 مرجع تحمل زي ما انت عايز. وانا متصور ان هو انت كان الناس طبعا يا جماعة احنا بنحب الكتب، فكانوا بيرفعوا كتب، فهم قاموا محجمينها اكتر عشان الناس ما ترفعش كتب، حتى هم كل باقاتهم يعني مش عايزينك ترفع كتب، يعني انت ما ترفعش كتاب، ارفع بالإفات صغيرة، ولو هترفع كتاب اختار اللي انت عايزه من الكتاب وارفعه، اختاره من الفهرس وقطعه وارفعه على طريق سبليتر، موقع سبليتر عامل زي موقع كونفيرتو ده اللي احنا حولنا منه الروابط بتاعت الدي جي فو لبي دي اف. انت روح خد البي دي اف وروح اعمله على سبليتر وقطعه من صفحة كذا لصفحة، يا جماعة انا عايز الفصل ده، هو الفصل ده من صفحة 150 لصفحة 300، يعني 150 صفحة ماشي، قطعهم وحطهم في بي دي اف لوحدهم وسميهم وارفعهم، يعني انت ما انتش عايز بقيه الكتاب، الكتاب 600 صفحه، انت عايز 150 بس منهم، خلاص خد ال 150 حطهم على عليه، حتى عشان توفر الباقه بتاعتك. يتعامل بالموضوع، بتستخدم التكنولوجيا بذكاء، ترتاح وتريح دماغك، هي معموله اصلا عشان تريحك، فريح بقى انت نفسك من كل النواحي. انت هتكتب اسم البحث هنا الكيوردز، بعد كده على فكرة اللي هي الباقات الجديدة، ايوه يا فندم ده بحثك بقى، اكتبيه كل حاجة كاملة بقى، كل حاجة اكتبيها كاملة بقى كلها. كيوردز، في الكيوردز بس كلمة أخيرة، إن الأبحاث اللي هو ترفع لغاية 3 مراجع، 3 مراجع على الأقل يتعدى المرجع 40 صفحة يعني، واخرج كلهم على بعضهم ال3 مراجع يكونوا 80، يعني ارفع لغايه 25 صفحه في كل واحد. لو هتكبر المرجع يبقى كبير، مش هيقرا لك منه الا 40 صفحه بالكتير، فبلاش بقى تقوم حاطط حاجه مثلا 200 300 صفحه يقوم جايب لك مقدمه فما يطلعلكش نتائج خالص،
تقول ده الموقع وحش، هو مش وحش، انت اللي وحش. بص يا فندم، اولا الموقع ما بيتعاملش الا مع لغتين بس، العربي والانجليزي. تاني نقطة، لازم اللغة اللي في الفهرس يبقى مقابل ليها مرجع في نفس اللغة، تمام؟ انت عليك تكتب في الفهرس عنوان عربي وتحته عنوان انجليزي، بس يبقى موجود تحت مرجع عربي ومرجع انجليزي، لان لازم توحد اللغة في اللي انت عايزه، لان الموقع مش بيترجم. اتفقنا؟ ما جاش ازاي دكتورة منة؟ ما جاش من دكتورة منة مش راضي يسجل ليه؟ بيتعامل معاك معاملة محرك بحث، صح كده دكتورة منى؟ ازي حضرتك دكتورة منى اسعد؟ دكتور احمد بدوي، الايميل غير صالح. تحياتي لحضرتك فندم. بيقول الايميل غير صالح، الايميل ما دام غير صالح يا فندم، يبقى حسابك اتسجل خلاص، يبقى ليك حساب. فروح فعل ال روح شوف الرساله اللي وصلتك، هتلاقيها وصلتك اما على الانبوكس اما على السبام. انت كده ليك حساب على الموقع، ما دام بيقول لك الايميل غير صالح يبقى انت كده ليك حساب. دكتوره منى اشتغل ولا ما اشتغلش؟ ايه انت كده سجلت حسابين؟ طب ليه؟ اي حد يسجل حسابين يا جماعه يبقى بلغهم، يقول لهم احذفوا لي الحساب القديم، لان مفيش حذف. انت ما تقدرش تحذف حاجه من على الموقع الا الفهرس اللي انت بتكتبه. اي حاجه انت عايز تحذفها بعد كده بتحذفها من عندهم، اطلب منهم يحذفوا لك، فيما عدا طبعا التجارب بتاع الباقات، لان المراجع ما بتتحذفش. فانت نقي اللي انت هترفعه، لان متى رفعت مرجع المرجع ده بيتحسب من الباقه، فمش هيرضوا يحذفوها لك. طبعا في كونتاكت اهي، في شات بوت، بس طبعا افضل كونتاكت وشات بوت ان انت تتواصل مباشر مع على الكونتاكت ده. بسم الله، اللي هو ده كونتاكت، ده الواتساب يا جماعه، خش كلمهم مباشر. كونتاكت، عايز باقه، خش كلمهم مباشر. الباقات الجديده دلوقتي، كان في باقات كتيره كده قالوا ان هم يغيروها، اللي موجود دلوقتي سمول 10 دولار، بتوفر لك بحث واحد وبتعمل فيها بحث واحد اللي هو فهرس واحد، بتدخل فيها 10 مراجع على الاقل يتعدوا كلهم على بعضهم 250 صفحه، يعني بقى كل بحث 50 صفحه، كل بحث 25 صفحه اقصد. لو هتكتر مش هيقرا لك من البحث الواحد اكتر من 50 صفحه، وطبعا 50 صفحه يعني 5 ابحاث بس، 50 صفحة يعني كده كام؟ 5 أبحاث، مش هيبقوا 10 كمان. هيجيب لك 4 نتائج لكل باراجراف، لكل عنوان أنت بتكتبه، 4 نتائج تحت كل عنوان. طبعا في نتائج أكتر، بس هو بيحجبها علشان إيه؟ الباقة دي إمكانياتها كده، دي الباقة الصغيرة 250 صفحة. على فكرة كان زمان الباقة المجانية بتحلك لغاية 400 صفحة، الباقه المجانيه دلوقتي 80 صفحه، يعني الامور اتغيرت. او الباقه اللي هي الكبيره دي اللي هي 99 دولار بتحلك تعمل فهرسين، طبعا فهرس واحد كافي تعمل عليه كل حاجه على كل احوال، بس هم فتحوا فهرسين لبحثين و90 مرجع عليك ترفعهم و8 نتائج لكل عنوان انت بتكتبه، على الاقل يتعدى كل المراجع 2900 صفحه، 2600 صفحه، بمعنى اللي هي معظمها هتبقى ابحاث، على الاقل يتعدى عدد المرجع الواحد، صفحات المرجع الواحد 300 صفحه للناس اللي بتعشق الكتب. بس طبعا انت لو حملت كتب 300 في 300 في 300 مش هتكمل كده 10 مراجع، كده هتعمل لك 9 مراجع مش 90 بقى، 9. يعني في ناس بتعشق الكتب، براحتك ارفع زي ما انت عايز، بس هيقرا لك من اللي انت هترفعه. لو هو اكتر من 300 هيرفع لك، هيقرا 300 بس. والله يا فندم انا كلمت حضرتك قبل كده، وكنت انت معايا كام مره، وقلنا ان احنا نشترك، وانا بقى بتحايل على الناس، والناس فكرت ان الحاجه بتاعتي وان انا بكسب منها ولا حاجه، وكأن انا ليا كود بدخله ولا ان انا صاحب الموقع. بس انا اتحايلت على الناس الصراحه في الكام مكان، في الكام ورشه اللي فاتوا، ان هم كتبوا على الفيس بتاعهم، الفيس اهو، الفيس اهو، الفيس اهو، ادخل من الفيس هتلاقيهم عاملين اعلان بقاله 3 اسابيع بيقولوا ان احنا هنغير 1/6. فاللي عايز يا جماعة بالأسعار القديمة، كان الأسعار القديمة كانت فيها ما فيهاش يعني فيها حوالي 6 باقات تختار ما بينهم، وطبعا الباقة دي لسه موجودة اللي هي الباقة المفتوحة.
تختار ما بينهم. الباقه المفتوحه دي يا جماعه دي اللي هي دي ما عادش في باقات تانية، دي الباقه دي طبعا مش لنا، مش للافراد، دي اللي هي المعاهد البحثيه او الجامعات، دي انليميتد طبعا. بعد كده الباقه اللي هي دي مش 1 دولار، دي مش قيمتها 1 دولار، لا دي بتبقى تتحدد على حسب انت عايز. مثلا لو انت عايز تفتح عدد الصفحات للمرجع الواحد والمراجع كلها، طبعا ما ينفعش تختار بقى باقه في النص، دي الباقه دي على حسب اختيارك بدون اللي موجود، يعني طبعا من 99 وانت طالع بقى. فانت عايز مثلا 3000 5000 10000، يعني في باحث انا احنا شارين له 10000 تواصل معايا وقال لي انا عايز كذا ومراجعي كذا، قلت له خلاص شوف باقه هتنفعك قد ايه. مثلا قال انا هستخدم مراجع كتيره والدكتور محتاج حاجات كتيره وبتاع، قلت له خلاص كبر في الباقه. راح اشترى باقه 10000 صفحه، في حد تاني 7000 صفحه، في حد 8000، في حد انا يعني الاسبوع اللي قبل اللي فات اتشري حوالي 15000 صفحه كمان. هو كان شغال في الترجمه اصلا، وده هو عايز يحول PDF الوورد كمان عليه، اتعمل باقه تانيه خالص يعني. فده انت بتختار بقى هنا وبيحددوا لك هم السعر بناء على عدد الصفحات اللي انت بتختارها، لان معيار الموقع عدد الصفحات مش عدد المراجع نفسها. فما هوش أسوأ ولا حاجه، دكتوره هي يعتبر اللي انت لو شفتها هو غيري شويه صغيرين، بس هم اعلنوا عن الموضوع. طيب الاشتراك بيبقى ازاي لو انا عايز اشترك في باقة كده؟ ما قلنا يا فندم انت حضرتك ايوه يعني امال انا لما بدوس اشتراك ما بيديني رقم قبول، يعني بيدي عليه رقم قبول. ما فيش كوبون يا فندم ولا حاجه. اه بصي استنى، انا ضغطت على اشتراك تمام فين بقى فين الاشتراك ده؟ بتاع باقات اه من بره ولا من جوه حسابك؟ من جوه الحساب، طيب جاب لك ايه؟ جايب لي مثلا اشترك جديد في خطة تصل بينا وانا عضلة يعادل العمليات، طيب فانا الباقة مفتوحة يعني، هو جايب لي الجامعة والكلية والبس ورمز الكوبون. طيب كملي، سيبك من الكوبون ده خالص ملوش اي لازمه. سجلي الجامعه بتاعت حضرتك، سجلي القسم، انت ضغطتي على الباقه المفتوحه من هنا الاول من جوه عندك. طيب اضغطي يلا الكليه الجامعه وحددي القسم بتاعك واعملي سبسكرايب، ده كده بيسمى عندهم على الموقع. طبعا انت مسجله الرقم الحساب بتاعك سليم، هيكلموك على الواتساب مباشر. عايزه انت تسرعي الموضوع اكتر بعد ما تعملي سبسكرايب، كونتاكت اهي الرقم الواتساب اهو، خش عليه كلميهم مباشر، انا عايزه كذا وسجلت بحساب كذا والايميل بتاعك كذا، وقولوا لهم انا محتاجه كذا وكذا وكذا. اه على فكره يا جماعه، في برضو نقطه، تحياتي لحضرتك فندم. في نقطه ان الباقات دي مش متحدد لها اللغه، يعني تدخل على عربي وانجليزي مع بعض او عربي او انجليزي، اللي فاتهم كان متحدد فيها اللغه، يعني هتختاري يا باقه عربي من الاول يا انجليزي من الاول يا عربي وانجليزي مع بعض من الاول. الباقات دي بقى كلها عدد مفتوحه، ادخل عربي على انجليزي براحتك زي ما انت عايز. دي برضو دي حتة جديدة عملوها، ده اللي لاحظتها، مش محددين لغة معايا يا جماعة. طيب نكمل ده كده، أنا كتبت العنوان بتاعي بتاع بحثي، كتبت المتغيرات، بدأت أكتب في الكونتنت بتاعي، اتعامل مع الكونتكت، ما تعملش كوبي بيست من الرسالة بتاعتك من الخطة، ما تعملش كوبي بيست من الوورد، ما تعملش كوبي بيست من الوورد، اتعامل معاه كأنك بتتعامل مع جوجل. كل عنوان تكتبه لازم يكون بيخدم حاجة انت متوقع تجيبها من الآلة دي، آلة دي روبوت ماهوش بني آدم زيك، فما تفترضش فيه ان هو فاهمك، لا افترض فيه ان انت هتفهمه انت عايز ايه منه، وهو هيعمله لك، لان تأكد ان هو هيقرأ المرجع بتاعك من الجلدة للجلدة، بس هيدور لك فيه بناء على الكلام اللي انت كاتبه له، فوضح الكلام بتاعك، هتلاقي فيه اد تايتل، وهتلاقي فيه اد سب تايتل، اد تايتل عنوان رئيسي او عنوان فرعي من الرئيسي، ظبط زي ما انت عايز العناوين الفرعيه، بس ما تكتبش مثلا هنا كلمه تمهيد، طبعا ده ما ينفعش خالص. افترض اللي انت هتعمله هنا روح اعمله كده على جوجل، هتلاقي فيه نتيجه، يبقى هيجيب، مش هتلاقي فيه نتيجه مش هيجيب. افترض ان انت بتتعامل اكنك بتتعامل مع جوجل، يعني نفس العقليه، هي نفس الذكاء الاصطناعي،
فما تكتبش كلمة تمهيد، لا اكتب اكتب موضوع الأساسي بتاعك في الأب هنا، وروح اكتب في الابن اللي هي التعريفات وكذا، تعريفات أبعاد خصائص كده، زي ما احنا عملنا رأس المال الفكري، كتبنا تحته الحاجات دي، في نتائج بتجيبها في نتائج ما بتجيبهاش. طب انا هكتب كمان، هكتبهم كأب، أب اللي هو عنوان رئيسي، مش هعمل منه فروع، هيجيب لي نتائج تانية. طيب هل انا ممكن اعمل انجليزي وعربي مع بعض؟ ممكن تعمل انجليزي وعربي زي ما انت عايز، يعمل واحد انجليزي واحد عربي، عايز تكتب انجليزي جنبه اهو، ما عندناش مشكلة، افصل بس ما بينهم، بس عشان انت ما تلخبطش نفسك اعمله في ايه، في عنوان منفصل، ده لو انت عاوز تعمل عربي وانجليزي مع بعض. وانا بفضل ان انت تعمل في ادري سيرش واحد تاني، تعمل عربي منفصل عن الانجليزي عشان ما تلخبطش انت نفسك، هو الروبوت مش هيقول لك لا على اي حاجه تقول له عليه، هو مجرد روبوت هينفذ لك كل اللي انت عايزه. هيطلع لك الصوره دي بعد ما انت تسجل في التيبل اوف كونتنت، هيطلع لك المحتويات اهي، وهيطلع لك الكي ووردز اهي. بعد كده هتروح على ريفرنسز، تضغط هتلاقي فيه اد ريفرنسز، اد ريفرنس، زود المرجع. طبعا انت بترفع مرجع، بتذكر اسم المرجع اهو، اسم البي دي اف، ومين اللي مؤلف البي دي اف ده. طبعا لو هم كتير اكتب واحد بس، واكتب اذرز جنبها او اخرون، ما تكترش، لان ده ما بيقبلش اكتر من 120 حرف، لو كتبت فيه اكتر من كده ساعات الحساب بيقوم واقف، دي من شروط الاستخدام بتاعته، 120 حرف. بعد كده بتضغط هنا، بتضغط هنا، بتدخل على الموبايل بتاعك او اللاب او البي سي، ترفع المرجع البي دي اف هنا، يترفع على الموقع. لو هو عربي ما تشغلش بالك بالخمسة دول، اضغط على عربك بس، وبعد كده اضغط كرييت ريسورس. لو هو عربي بي دي اف عربي ايا كان حجمه، اضغط على الايقونة دي بس، واضغط هنا على طول، هيترفع، بياخد له ثواني كده او دقايق ويترفع. ماشي. لو هو انجليزي بقى تضغط على اللغة هنا، وبعد كده على حسب نوع البي دي اف، لو هو بي دي اف لو ضغطت عليه يتاخد منه كوبي يبقى تكست، لو ضغطت عليه ما بنضغطش يبقى صورة، يبقى ايمج، صورة اللي هي سكانر يعني. بعد كده البي دي اف نوعه ايه؟ ده في حالة الانجليزي بس يا جماعة. لو هو مكتوب على سطر واحد كده، سطر واحد بس قدامك يعني، من الشمال لليمين كده مكتوب على سطر واحد مش مقسوم، يبقى هو وان كولوم، عمود واحد. لو هو مقسوم بنصين، مقسوم نصين، يبقى هو مكتوب على تو كولوم، عمودين. حطها هنا، اضغط على دي، لان في مجلات علمية كتيرة عادت بتطلع ال عادت بت تحياتنا دكتورة منى، الناس متعاونين، حضرتك بتتكلمي على الدعم يعني. طب الحمد لله، طب الحمد لله. دكتورة منى، أيوة دعم سكوبوت، حضرتك بتقولي على الدعم متعاون، واشتركت معاهم وهم بيتواصلوا وبيشوفوا أنسب طرق الاشتراك للبحث. طيب الحمد لله. طيب يعني ده للناس كمان تانية اللي اتواصلوا وهم الناس متجاوبين ومتعاونين. طيب كده خلاص، كده الانجليزي والعربي. العربي مجرد الايقونة دي وملكش دعوة بده كله، انجليزي على حسب هو تكست ولا ايمج، وتحدد تكست او ايمج، صورة او نص، من خلال ان انت تفتح بس البي دي اف وتشوف هل بياخد كوبي ولا ما بياخدش. لو بياخد كوبي يبقى تكست، ما بياخدش كوبي يبقى ايمج. طيب هل هو مكتوب في سطر واحد كده ماهوش مقسوم ولا مقسوم؟ اضغط هنا او هنا. بعد كده كرييت ريسورس، هتلاقيه بيرفع. طبعا احنا ما سجلناش حاجه، فهنرجع خالص. لما ترفع الكتاب هتلاقيه بقى شكله عامل كده، ده الاسم اهو بتاع المرجع، وده اسم الكاتب بروسيدد. طبعا انت هتصبر على ما يعمل دي لغايه نسبه 100%. لو انت حاطط مثلا حاجه اكبر من الباقه هتلاقيه معمول بارتيشيالي بروسيدد، اللي هي معالج جزئيا، وهيديك نسبه اقل طبعا من 100%. لو دخلنا على الفيو هنا كده، ده من المرجع ده، هتلاقيه البي دي اف اللي انت رفعته اهو، وتحويل الوورد اهو، ده وورد لتحويل البي دي اف لوورد،
وهتلاقي الورد مفتوح تعمل فيه كل اللي انت عايزه، وهتلاقيك برضو عليك تستعرض الورد من هنا. دي من يعني دي اكبر يعني جودة انا شفتها، لان انا اشتركت في او جربت كل الحاجات المجانية بتاعة تحويل البي دي اف الورد، واشتركت في حاجات مدفوعة بفلوس لتحويل البي دي اف الورد، ما لقيتش الجودة دي في ملف كامل بي دي اف، ما لقيتش. جربت حاجات كتير جدا منها جوجل دوكس وجوجل درايف وحاجات حاجات كتيرة جدا. كان في برامج مدفوعة بالشهر، وكان في برامج مدفوعة تطبيقات مدفوعة سكام وسكان، وجربت كتير خالص الملف الكامل ما يتعملش، كان يجيب لك صفحة وبرضه ما تبقاش الجودة بتاعتها 100% طبعا، حتى في الإنجليزي ما بيطلعش حتى في الإنجليزي 100%، يعني أقصى حاجة ممكن توصل لها 80 85 90 في الإنجليزي. طبعا العربي ما فيش الكلام ده خالص، مضروب طبعا. العربي هنا اهو انت شايف اهو، جايب حتى المراجع الانجليزي اللي هو الاستشهاد الانجليزي اهو. فالموقع الصراحة بسم الله ما شاء الله، يعني ده ملف انجليزي كل ملف عربي كله اهو، استعرضه هنا اهو. طيب ده كده المراجع وتحويلها من جوه. عايزين بقى النتيجة بتاعة بعد ما رفعنا المراجع وكتبنا الفهرس، عايزين النتيجة. الدرافتس دي اللي هي المسودات الوورد اللي انت بتحملها من على الموقع، لكن النتيجة الأساسية هنا كده، دي النتيجة. تضغط على الزرار ده كده، النتيجة اهي جايب لك. انا طبعا حاطط 3 مراجع بس، وكل مرجع متصل بمتغير، يعني المتغير قباله مرجع واحد بس، عشان اوريك ان هو جاب نتيجة مش بكتر المراجع بس. طبعا انت لو كل ما هتكتر كل ما هتلاقي نتيجة اكتر، وهتلاقي فيه نتيجة متنوعة. تعريف اهو، جاب تعريف اسم المرجع اهو، ورقم الصفحة اللي جاي منها المرجع، اللي جاي منها الاقتباس في المرجع، وده كوبي. الزرار ده كوبي، ده للانجليزي. لو احنا كنا بنكتب عربي واستخدمنا مراجع انجليزي، روح ترجم على طول، خد دي كوبي وروح على جوجل ترانسليت ترجم، او ايا كان الموقع اللي انت بتترجم عليه. بعد كده ابعاد، اسم المرجع، رقم الصفحة، وهكذا. تمام. طب في حتة مش عجباني، ولا يهمك، اللي مش عاجبك روح كده اهو، ارجع تاني، روح على تيبل اوف كونتنت، اعمل اديت، انزل عدله، غيره، زود كلمة، نقص كلمة، اعمل جملة، وبعدين ابديت، سيب اللي انت غيرته. طيب النتيجة دي مش كافية ليا، الايقونة دي في 7 ايقونات تانيين تدور فيهم هتلاقي النتيجة انت عايزها، 7، اختار ما بينهم، اختار هيجيب نتائج، يجيب نتائج اكتر اهو اهو، او اقل او اكتر، طور ابحث، بس يعتمد بالاساس على الايقونة الام. خلصها بحالها الاول، خلصها بحالها، بعد كده بروح للايقونات التانية. طب انا عايز انزل ده، انا عايز انزل ده، اعمل ايه؟ سيف اس درافت اهو، اضغط هنا سيف اس درافت، حفظ كمسودة. هيجيب لي متغيرين جداد، المتغير الاولاني التراش، ان انا مش عايز النتيجة دي، ومش عايز انزلها في الوورد النهائي اللي انا هاخده، مش عايز اخدها في الوورد النهائي بتاعي، اشيلها من هنا، اشيلها اشيلها اشيلها، اللي مش عايزه اشيله. يعني اقرأ من على الموقع الاول، اتعامل من على الموقع، ما انتش شايف كبر المتصفح. شايفين يا جماعة؟ كبر واقرأ من على الموقع، اتعامل على الموقع، لأن كمان في حتة حلوة جدا 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 بتنجز معانا وقت كتير خالص، اللي هي ايه؟ لو الحتة دي مقطوعة من جملة، يعني في جملة قبلها وجملة بعدها، وأنا عايز الجملة اللي قبلها واللي بعدها، هل المفروض بقى أرجع للمرجع ده في البي دي اف
اروح للبي دي اف اللي عندي على اللاب واروح افتحه واجيب صفحة 13 اشوف اللي قبلها واللي بعدها، وبعدين باخد اللي انا عايزه ويبقى بي دي اف برضه مش عارف انقله؟ لا خالص، خش على الصفحة نفسها، هي اضغط على الصفحة هتلاقيك دخلت على المرجع مباشر وهو وورد، وهتلاقي الحتة اهي النتيجة متحددة اهي بالاصفر، وقبلها اهي فقرة وتحتها فقرة، دي نفس الصفحة بتاعتها. عايز اجيب بعدها يبقى اعتمد على ايه؟ على الموقع، لان انا لو نزلت الوورد هينزل الوورد بده كده، هينزل الوورد بنفس الشكل ده، فهعوز ارجع برضو للمرجع كبي دي اف. طب وليه؟ ما تتعبش اعصابك، اتعامل هنا وخلص، شيل وحط واعمل وبضيف في الاخر، وبعد كده روح احفظ ده كله كوورد اهو، اضغط هنا كده هتلاقيه نزلها لك هنا، اللي هي الاقتباسات اللي من المراجع كلها اللي طالعه له بناء على العناوين اللي انت كتبتيها. هستعرضها قدامك دلوقتي. حاضر، كمل بس الانجليزي واستعرضها. بعد كده نفس اللي احنا عملناه بالعربي هنعمله بالانجليزي. ريسيرش نيم اهو، كيورد زي اللغة الانجليزي، وكتبنا اهو، كتبنا نعمل كرييت ريسيرش ريفرنس زي. انا مستخدم مرجع واحد بس عشان اوريك ان انت بالتجربة المجانية عليك تعمل شغل جامد جدا، ما بالك بقى استخدم بقى الباقة استخدام كويس اهي. تمام، بروسيديت وهي والفيو، هتدخل هتلاقيها اتحولت لوورد اهي براحتك خالص، الحاجة اهي زي الفل مقرية وزي الفل اهي. بعد كده اضغط على السيرش، على السيرش ريزلت، ده مرجع واحد، ده مرجع واحد بس، انا طبعا الباقة بتاعتي مفتوحة، شايفين جايب قد ايه بالريفيو. تاني تالت، طيب احنا متشكرين ليك، عايزين النتائج التانية، في نتائج تانية اهي، 7 تانيين. انزل كده، انزل تحت، 1 2 3 4 5 6 7 اهو، قلب زي ما انت عايز، ده من مرجع واحد، يعني عليك تستغل التجربة المجانية زي ما انت عايز. طب انا عايز ده من الصفحة نفسها، او انا عايز اخده كوبي، خده كوبي اهو اهي جوجل ترانسليت، للناس اللي هي بتكتب بحث بالعربي، بحث بالعربي لكن عايز تستعين بمراجعة أجنبية أهو. وأنت بقى عامل له عدد الصياغة، تمام أهي. طب أنا عايز أحفظ ده كله بقى، أضغط سيف أز درافت، هيبقى عندي الخيارين بتاع الدوكس اللي هو سيفه كوورد، او شيل حاجات انا مش عايز دي، مش عايز ده كله، مش عايز ده كله. طيب لو سيبنا، نزل اهو الوورد، افتح ليا، بسم الله، شايفين الوورد عامل ازاي متنسق؟ طبعا ده مش بيبقى في التحويل، التحويل مش بيبقى متنسق، بيبقى على بعضه مش مهرجل، لا انا قصدي ببنط حوالي 10 بيبقى مضغوط كده. ده العنوان الرئيسي اهو بتاع البحث، ده العنوان الفرعي تحته الفقرة اللي هو جاب منها، ده اسم المرجع، رقم الصفحة، اسم الكاتب، فقرة تانية اسم المرجع، ده بونت 14 يا جماعة، بونت 14 وده بونت 12، يعني منسق لك الموضوع اهو. والعنوان الأصلي ده اهو، ده بيبقى 16 و بولد، ده 14 اهو وده 12، اسم المرجع، رقم الصفحة، اسم الكاتب،
كده كده يا دكتور انت معايا؟ كان في حد بيسأل دلوقتي على التنسيق، في ملف وورد يا فندم، ملف وورد اهو، العنوان بتاعك اهو، عنوان تاني، نجيب عنوان تاني، عنوان تاني بيجي في صفحة جديدة، يعني صفحة جديدة اهي، فيها أول عنوان اهو، دي الاقتباسات. اعتبري إن كل عنوان منفصل بذاته، يعني أنا لو هعمل حاجة زي دي هاخد بقى إيه، أنا مثلا كتبت كام عنوان هنا مثلا، هنا كده نجيب الفهرس تيبل اوف كونتنتس، ماشي؟ طبعا بعد ما اكون خلصت النتائج من هنا، شلت وحذفت وعملت، فانا كاتب مثلا هنا كده، ده ما بيجيش فيه اول حاجه، دي ما بتجيش فيه، بس لازم تكتب موضوع البحث بتاعك، ما تنتظرش منه، لكن ده يجيب نتائج، يعني اول حاجه كده في الكونتنت دي ما بتجيبش اصلا، انت لازم تكتب بس فيها العنوان بتاع الرساله، يعني نفسه العنوان الرئيسي، بعد كده بيجيب النتائج من اول هنا كده، ماشي؟ دي نقطة مهمة يا جماعة، عشان في ناس كتير ما بيطلعلهاش نتائج أصلا، لأن هي معتمدة على ده. أوعى تكتب كلمة تمهيدي أو مقدمة أو كده، ده كلام فارغ، مش هيجيب لك نتائج، مش هيجيب لك نتائج، ادخل على الموضوع على طول. على فكرة ده يا جماعة دي دراسات سابقة، يعني ده كله مرتبط بالدراسات السابقة، إن هي سكوب بيراجع لك الدراسات السابقة بتاعتك كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 عنوان، 13 عنوان، خد اعمل بيهم 13 فايل، هم عندك اهم موجودين في الصفحات دي كلها، خد بقى كل واحد ده في فايل لوحده عشان تبدأ تعمل المقال بتاعه وبعدين تركبه، او اعمل من هنا، هو موجود عندك اهو، ده فايل وورد اهو، اعمل فيه اي حاجة انت عايز، اعمل انترات اهي، زود زي ما انت عايز اهو، الوورد مفتوح يا جماعه اهو، انتوا بتحولوا اي وورد، البي دي اف بيحول اهو، اعمل فيه كل اللي انت عايزه. اتفق؟ ايوه يا فندم، ما هو اقتباس حرفي، هو حد قال غير كده؟ هو الروبوت ما ألفلكش، هو اقتبس لك، بس انت كنت هتعملي الكلام ده في كام شهر يا فندم؟ يعني احنا ما حطيناش مرجع، احنا حطينا 102 و 100 و200 و300، هتقعدي فيهم قد ايه حضرتك؟ طيب هو يخلصك الكلام ده في يوم واحد، يعني ايه الكلمة دي بقى؟ ايوه يا فندم، ارفعي الرسالة بحالها، ولا ايوه يا فندم، مش احنا قلنا هناخد النتائج دي نتعامل معاها وكأن احنا لسه بنشتغل من الاول خالص، بس بدل ما نشتغل من كل المراجع دي هنشتغل من ال 100 ولا 200 صفحة ضمن اللي طلعوا لنا، هنشتغل منهم ان احنا هنختار اللي احنا عايزينه من النتائج دي، ولما نختاره نركبه على النتائج التانية بعد ما نعيد صياغة ده وننسبه لنفس المرجع، هيبقى احنا كأننا، لأن يعني لما بنكتب الموضوع يقول لك أنت هتكتب بحثك بنفسك، أمال هتكتب بحثك بنفسك إزاي؟ أنت اللي هتكتب برضه، أنت برضه اللي هتكتب، بس في وقت أقل. معايا؟ نسبة الاقتباس هتعتمد عليك أنت بقى، هتعتمد عليك أنت، ما اعملي لها إعادة صياغة. وبعد ما تحدد اللي انت عايزه منها هتعمل لها اعادة صياغة وتنسيق وتركيب مع التوثيق، لان انت هتوثق وترجع ده كل واحد لمرجعه وتوثقه، ما انتش انت اللي كاتبه، ما انتش مش بتاعك، فيبقى انت كده خلاص الاقتباس كده ما عادش اقتباس. طب هقول لك، يعني خلينا كده بما ان احنا صفصفنا على 26 وعلى حتتين حلوين كده في الصياغة، طب بس في اسئلة الاول عن سكوب التاني، طيب اطلع تاني وحاول تاني من المتصفح تاني، وبعدين مش انت كنت مسيبها على الجوجل؟ طيب حاول تاني يا دكتورة، هي اكيد ما اتغيرتش وما فيهاش مشكلة. دكتورة منى، ازي حضرتك من السودان؟ عليك السلام ورحمة الله.
اه هيقتبس من، هو بيقرأ كل المراجع وهيدور في كل المراجع، بس اكتبي كلمات واضحة وجمل واضحة. انا كنت كاتب الحاجات دي الحد الأدنى من كل حاجة. انا ما دخلتش حاجه قدامي، فقلت كان العربي 3 مراجع والانجليزي كان مرجع واحد. انا بدي عامل دوما. طب خليكي معايا، انت معايا على الشاشه الريفيو اهي. طيب قولي لي انت قصدك ايه. انا دخلت الاسم اهو، ودخلت اول واحد اهو، ده ما بيجيش تحته، انا ما بيجيش تحته مباشر انا بتاع نتق. هو كل مرجع اهو يا فندم، لو بندخل مرجع اهو هتكتبي اسمه واسم الاوثر وترفع لا من كل المراجع اللي انت رفعتيه. لا ما هو انت بتكتبي اسم المرجع هنا اهو. ايوه، معلش معلش انا كده هتلاقي منه. هو مش انت يا فندم هتعملي اطار نظري عندك؟ اطار نظري عندك عناوينه ايه؟ كل عنوان على حسب ما انت عايزه من سكوبوت ان هو يدور لك فيه. لا ما انت فهمتي، انت فهمتي السؤال ده، لان انا مش عارف بالظبط. بالظبط يا فندم. طب زي الفل الحمد لله. هيجيب لك من واحد في PDF، مش من واحد في صفحة مش في واحد في صفحة الموقع، في صفحة المرجع. لا هيجيب لك، هترجعي بقى للمرجع الأصلي. بالظبط بالظبط يا دكتورة، الله يفتح عليك يا دكتورة. أيوة دي كده أسئلة عظيمة الصراحة. الله يفتح عليك يا دكتورة، هجيب لك برنامج اهو. حاضر، بس استنى، هو عايز شرح، فانا عايزكم بقى تدخلوا على اليوتيوب تشوفوا الشرح، لان فيه ممكن نعمل التقطيع ده من على جوجل نفسه، من على جوجل كروم. وفي برنامج سبليتر اسمه سبليتر. سبليتر في كده اي سؤال بخصوص سكوبوت، في اي مشكلة حصلت مع سكوبوت، في مشكلة في الباقات المالية، يعني في اي مشكلة بتقابل اي حد فيكم، حضراتكم معايا يا جماعة؟ في اي مشكلة في الباقات، او اي مشكلة بتقابل اي حد؟ ماشي، ما احنا قلنا هنقول فيها نقطتين بس كده، لان كده احنا اتفقنا ان انت كده كده لازم هتعملي اعادة صياغة. يعني في اي اسئلة تانية عن سكوبوت او كده يا جماعة؟ هي انت سكوبوت بيقدم لك منتج وسيط، بس هو اهم منتج في البحث بتاعك، لان هو بيقلل لك يعني 70-80% من الوقت اللي انت ممكن تبذله في عمل الاطار النظري، عن طريق ان هو بيجيب لك الاقتباسات. بس انت بتكون شغال قبله وشغال بعده، شغال قبله في ان انت بتطول مراجع PDF اللي بترفعها عليه، وشغال بعده في ان انت بتحضر النتائج بتاعته اللي هو مطلعها لك، تقراها وتختار منها وتقتبس منها اللي انت عايزه. بعد كده بتعيد صياغتها وتنسقها وتوثقها. طبعا هو موثقها لك، انت بتكتب الاقتباس بس في الهوامش بتاعتك في الاخر او كده. طبعا انت بتعيد صياغه، يعني اساس اللي هو الحاجه المثاليه في اعاده الصياغه، ان انت حاجه اسمها اعاده الصياغه بتصريف. كلمه التصريف ده يا جماعه يعني تقرا النص وتكتبه تاني باسلوبك، وبعد كده تنسبه للي انت خدته منه. واغبى طريقه ان انت تعمل بالمترادف. يعني من المره اللي فاتت، من يوم الجمعه اللي فات يا جماعه، كان حاضر معانا حاضر معانا 54 شخص. لما سمعوا الحاجات دي انا كلمني بعتها، ما هو لازم كله يبقى انجليزي يا فندم. ترجميهم عندك على الموقع، يعني اعملي اللغه بتاع اللغه اهي، شايفاني شايفه المؤشر انجليزي، اعمليها عربي يا فندم. اللغه اهي، اللغه بتاع الصفحه اعمليها بس عربي، انجليش اعملها عربي، هي انجليزي عندي اعمليها عربي، وهو كله يتحول لعربي. بتعمل اسمها حتى بتصريف، كلمة بتصريف دي انت كاتبها بأسلوبك، ودي أفضل طريقة في البحث العلمي الأساسي اللي المفروض تعملها. اللي حصل إن الناس هم عايزين يهربوا من برنامج الاقتباس الحرفي، بيعتمد على إن انت رص حروف جنب بعضها. هو ده الموضوع، رص حروف جنب بعضها. طيب هو الموضوع ده مش نافع، مش نافع خالص مع الدكاترة على الأقل. يعني لو هربت من البرنامج بتاع البلاجريزم نفسه، مش هتهرب من الدكتور المشرف. الدكتور المشرف ده على الأقل بقاله مثلا 20 سنة باحث،
فقرأ معظم الأبحاث والمراجع، بالإضافة إن في حاجة اسمها أسلوب الباحث. باحث لسه صغير ولسه بيكتب، ما بيبقاش له أسلوب في الكتابة. لو كتب أسلوب أعلى من الأسلوب بيبقى مفضوح قوي إن هو ناقل، فبيبقى يعني الموضوع مفضوح. برنامج البلاجريزم برنامج ذكاء اصطناعي بيدور في حاجات مكتوبة قبل كده وبيجيب الشبه ما بينهم. هل تتخيلوا يا جماعة إن أنا كنت بعمل مثلا حاجة في بحث شرعي؟ البحث الشرعي لازم تكتب أحاديث نبوية وتكتب قرآن اقتباسات، وطبعا القرآن والأحاديث اقتباس مباشر وما فيهاش أي تصريف، طبعا لازم تكتب زي ما هي. طبعا البحث إيه جه إن هو اتعمل فيه 80% اقتباس، فطبعا لازم يترفض. طبعا الكلام ده كلام، طب يا جماعة أعمل لكم إيه؟ أنا كاتب استدلالات كتيرة. فضلت أفكر في الموضوع أفكر في الموضوع أفكر في الموضوع لغاية ما عملت حل الحمد لله، وصلت الاقتباس ل 8%. ممكن نعمل إيه في الموضوع ده دكتورة هويدة أو دكتور محمد أو دكتور محمد حامد أو دكتورة دعاء، عشان نوصل من 80 ل 8 عن طريق الشرح؟ نكتب بس اسم الآية يعني تقصدي؟ تمام. الدكتورة هويدة برضو قالت نفس الموضوع، اكتب تفسير الأحاديث. طب حضرتك ما كلمينا، ماشي. كما قال تعالى وقمت شارح أنا الآية، عامل التفسير بتاعها، آية الطلاق كذا كذا كذا، آية الجواز كذا كذا كذا، شارحها. وبعد كده عملت قمت عامل عليها كنترول الت كنترول اف، ونازل تحت عامل لها هامش راجع او تم الاستشهاد بالايه رقم كذا من سوره من سوره كذا، ووصلت البحث من 80 ل 8. الاقتباس هي اعاده التصريف. انا جايب لك المثل بتاع الحاجات الشرعيه لان هي اصعب حاجه، لان هي ما تقدرش تعمل فيها تعديل اصلا، لان ده ما ينفعش اصلا. ما بالك بقى لو احنا ناقلين من بعض؟ ما تشغلش بالك بقى، انقل مني وانقل منك واكتب باسلوبك، وبعدين قول ان انا ناقل منك، يعني خد مني او اخد منك واعمل باسلوبي واقول ان ده من كتاب فلان. طبعا فلان قال كده بطريقتي انا مش بطريقته هو، لان لو قلت طريقته يبقى انا مقتبس حرفي. بالإضافة إن أنت مسموح ليك من 25 ل 30%، فأنت لو هتقتبس حرفي من حد مثلا فقرة جملتين سطرين ثلاثة، قوم واخد ده يعني ده الصح تعمله، إن أنت تاخد تقوم ضامم. يعني هتقتبس حرفي اقتبس، ما عندكش مشكلة، أنت ليك نسبة معينة اقتبسها حرفي تماما، ما فيش مشكلة برضو. خش عن خش عن التنسيق بتاع السطور، تنسيق السطور، ادخل عن تنسيق السطور بتاع المتن العادي 2 سم من ناحية من اليمين و2 سم من الشمال، وبعد كده تنقل وتعملهم ما بين قوسين، تنقل اللي انت عايزه في سطرين ثلاثة وتخليهم داخلين يعني منكمشين منضمين شمال ويمين اكتر من المتن العادي 2 سم او 3 سم من هنا ومن هنا، يبقى 6 سم. وتقوم قايل ان انت، وبعدين تنسب له لو انت هتنقل حرفي، لو في كلمات مثلا استشهادات تاريخيه، كلمه يعني ما ينفعش تتغير، تفسير مثلا لغته العربيه فظيعه فمش هتعرف تغيرها، او كلمه اصليه الكاتب انجليزي، بعد كده اعمل اعاده تصريف لكل حاجه يا فندم. عشان كده لازم تكون عارف لغه عربيه كويس، ولازم تكون عارف لغه عربيه لغه انجليزيه كويسه، لان البرامج بتاعه اعاده الصياغه معتمده على الترادف الحرفي. بيقوم جايب لك تقوم مظلل مثلا او مدخله، تقول له انا عايز الصفحه دي اعملها لي صفحه صفحه مثلا، او فقره فقره، او ايا كان، بتقوم عامل له تقوم مدخله، يقوم عامل لك ايه؟ يقوم عامل لك يقوم يقرا، ويقوم شايف كلمه اساسيه مثلا في وسط الجمله، يقوم جايب لها مترادف كلمة شبيهة وهم مغيرها، يقول ان انا كده هربت من البلاجريزم. هو هرب نسبيا منه، بس مش المهم البلاجريزم بتاع البرنامج نفسه، على قد ما الدكاترة اللي بيناقشوك 3 او 4 او 5 فاهمين ان ده هو استحالة يكون اسلوب الطالب ده ناقل مثلا من الكتاب الفلاني او من البحث الفلاني اللي كتبه الدكتور الفلاني. الدكتور الفلاني ده بقاله 20 30 سنة باحث،
في اسلوبه البحثي واسلوب كلماته ما هياش زيك، فبيبقى مفهوم ان ده اسلوبك اسلوب غيرك، انت نقله انت كاتبه انت عامله. لو انت هربت البلاجاريزم بيبقى مفهوم ان انت ده برضه نقله. لو ما هربتش من البلاجاريزم، لو ما هربتش منه طبعا بيطلع لك نسب الاختلاف. اي كلمه مكتوبه هتتحسب، اي كلمه مكتوبه هتتحسب. بص يا فندم، كل البرامج المجانيه بتاع الاقتباس ما هياش دقيقه، فافضل حاجه في جامعه القاهره او في كل جامعه في كشف اقتباس، وخليكي في الجامعه بتاعتك اللي انت هتناقش فيه، روحي اعملي بفلوس الرساله بتاعتك حتى قبل ما الدكتور يطلبها منك، اعمليها مع نفسك كده. انا ده نصيحتي للناس، ما تسترخصوش، الحاجة اللي ببلاش مش بتبقى دقيقة 100%، لأن مفيش حد هينزل حاجة زي دي لله، ولا يعني جوجل نفسه مش لله، جوجل بيستخدم بياناتك وبيعمل حاجات جميلة أوي فيك، فيسبوك مش ببلاش، مش بتبقى فعالة كمان على رأي الدكتورة منى. ففي برامج اللي هي كويسة، يعني برنامج بلاجيزم نفسه شغال كويس، بس كلمة كويس دي يعني بالظبط يا فندم، بالظبط عشان يجبر الباحث انه يقرأ بالظبط. طيب دلوقتي آخر حاجة في سكوبوت، هو في الباقة دي اللي انت تختار منها اللي انت عايزه، هما بتتواصل معاهم بيقولوا لك على اي حاجة انت عايزها، او بتقول لهم عايز اشترك او عايز اعمل حساب لو عندك مشكله في الحساب، او عايز افعل الحساب، او خدوا بيانات هيعملوا لي حساب، بعد كده انا عايز اشتري باقه معينه، بعد كده التجربه المجانيه فيها كذا، قلنا التجربه المجانيه مرتبطه بان انت تعمل فهرس زي ما انت عايز، عربي او انجليزي، وعدد وهي مفتوحه عربي او انجليزي او عربي وانجليزي مع بعض، بعد كده ترفع لغايه 3 مراجع، اصبحوا 3 مراجع بس، كل مرجع لا يتعدى 25 صفحه، عشان اقصى حاجه ممكن تحملها او قراءتها في التجربه المجانيه 80 صفحه، على الاقل يتعدى المرجع الواحد، يعني انت ممكن ترفع بقى مرجعين هما 40 صفحه، يبقى 80 على 2 بس، اي حاجه هترفعها بعد كده مش هتتقرا، هتعمل لك كنسل. طبعا انت بعد كده هتعوز باقه، عملوا باقه 10 دولار بتعمل لك بحث واحد تكتب فيها فهرس، وبعد كده ترفع 10 مراجع بتجيب لك 4 نتائج، هي التجربه المجانيه بتجيب لك 3 نتائج وتوقف، بيبقى في نتائج ثانية بس هو بيحجبها عنك. اداك 4 نتائج اهي لكل عنوان انت بتكتبه، لكل عنوان انت بتكتبه في جدول المحتويات، بيقرأ لك المرجع الواحد لغاية 50 صفحة، كل الباقة ب 250 صفحة، يعني لو هم 10 مراجع على 250 صفحة، المفترض المرجع يبقى 25 صفحة. نقي كده، نقي اللي انت هترفعه، لو انت هتحط مراجع كبيرة اخرج 50 صفحة للمرجع، لو حاطط انت مرجع 100 هيقرأ لك منهم 50، اول 50 بس، عشان كده البرنامج سبليتر او سبليت يقصلك من المرجع وريح دماغك من الموضوع، وهينزل لك الحاجة دوكيومنت وخاطب الشات بوت. طبعا التجربة المجانية ما بتنزلش منها الدوكيومنت، ما بتنزلش النتائج في وورد، انت بتشوفها بس من على الموقع لكن ما بتنزلهاش، واخرك فيها 3 مراجع، وهي كانت كبيرة زمان دلوقتي بقت ايه، مجرد ان انت تعرف امكانيات الموقع. الباقة التانية 99 دولار، بحثين وتضيف 90 مرجع، 8 نتائج لكل عنوان بتكتبه، بيقرأ لك لغاية 300 صفحة في المرجع الواحد، وطبعا انا ما انصحكش بانك تحط مراجع كبيرة كده، كل الباقة 2600 صفحة، كل الباقة و90 مرجع، يعني بيفترض فيك ان انت ترفع حاجة مثلا في حدود ال 30 40 صفحة عشان ترفع 90، لكن انت ترفع 300 مراجع، 300 هترفع لك 9 مراجع بالكتير قوي. بعد كده هتاخد النتائج في ملف وورد من كل الايقونات بتاع النتائج والشات بوت والخدمة بتاعته. تالت واحدة طبعا دي انتربرايز، دي اللي هي للشركات وللجامعات مؤسسات تعليمية، دي انليميتد. بعد كده دي غير محدودة، أو حسب طلبك، حسب طلبك اللي هي يعني ما هيش دي ولا دي ولا ما بينهم، يعني ما تروحش تقول له ده أنا عايز ب50 دولار، لأ، يا فوق دي طبعا، ما فيش أقل من 10 وما فيش في النص، يعني فوق 99، يعني لو في النص اختار دي، لأن هم أعلنوا بقالهم 3 أسابيع إن في تغيير سواء في السعر سواء
في الحجم، في الباقات، وفي تغيير في التجربة المجانية. التجربة المجانية كانت ضعف كده، كانت ضعف المتاح حاليا. فأنت بتضغط هنا من جوه، يعني بتعمل ابجريد من عندك وتضغط وهم هيتواصلوا معاك، او تتواصل كونتاكت مباشر تقول لهم يا جماعه انا عايز كذا، الواتساب اهون او الايميل بتاعك، والواتساب اسرع طبعا. بعد كده ده في الموقع فيه بالعربي، وفي الناس اللي هي كاتبين افادات اهي، وطبعا الفيس بتاعه، الفيس تحت اهو، واليوتيوب، وده التويتر، انستجرام، ولينكد ان، دي صفحات سكوبوت. لا لا، ده حسب المشرف بتاعك عايز ايه. انا طبعا انا بفضل الاعداد الصغيرة، لكن على حسب القسم اللي انت فيه والكلية اللي انت فيها والمشرف، لان في مشرفين بيحبوا الاحجام الكبيرة، وفي ناس كويسة بيحبوا الاحجام المتوسطة والبسيطة. يعني رسالة ماجستير المفروض ما تتعداش 100 صفحة المفروض لكن انت شوفي رسائل لسه متناقشة السنة دي او السنة اللي فاتت للمشرف بتاعك في المكتبة، لان المشرف هو اللي هيبقى اهم حد واهم قرار. حضرتك تخصص ايه؟ اه ازهر يعني آداب؟ ده من آداب يعني ولا من إيه؟ آه طب لا، شوفي بقى رسايل عندكم. لو أزهر كانت تبقى مشكلة، لأن هم لسه بيعتمدوا على الحجم الكبير، هما بيفضلوا يقولوا إن إحنا آخرنا 200 وآخرنا 300، بس هم بيحبوا الأحجام الكبيرة. يعني لو شفتي رسالة الدكتور اللي أنت هتناقشي معاه هتلاقيها 3 4 آلاف صفحة لو هو في الأزهر، دي مشكلة. خلاص يعني هو المتوسط 150 صفحة، 200 صفحة في الماستر ده كده، في المتوسط بتاع الجامعات يعني. والدكتور هي المشكلة مش في المخرج، المشكلة في المدخل. فهمت النقطة؟ انت هترفعي كم مرجع، كم صفحة، مش بالمخرج، مش هيخرج لك كم صفحة نتيجة، لا باللي انت هترفعيه، لان اللي انت بترفعيه ده هو التكلفة على الموقع. على مهلك خالص. انت هتستخدمي كم مرجع؟ احنا عايزين نحسب حسبة تانية. هرد دكتورة، طب خليكي معايا ثانية واحدة دكتورة دعاء. دكتورة انتصار في الوضع المجاني بيديكي تعملي فهرس كامل عربي او انجليزي او عربي على انجليزي، وترفعي 3 مراجع على الاقل يتعدى الثلاثة، حجم الثلاثة 80 صفحة. لو هم اكتر من كده هيقرأ لك لغاية 80 ويوقف. على الاقل يتعدى المرجع الواحد، لان لو دخلت مراجع كبيره هيقرا لك 40 صفحه بس من المرجع، فال 80 هيخلصوا على 2، مش هتكملي حتى التالت. واحنا كنا عاملين التجربه اصلا على مرجع واحد، يعني شايفه النتائج دي كلها طلعت من مرجع واحد او مرجعين، او مرجع واحد في الانجليزي و3 مراجع في العربي، وطلعت نتائج عظيمه ما شاء الله. معاك دكتوره، تحت امرك. دكتوره دعاء، خلينا هنعمل ماجستير، هتعملي حاجة من الإنجليزي ولا كله هيبقى عربي؟ إطار عملي اللي هو هتعملي استبيان، هتعملي نموذج، هتعملي مقياس، هتعملي مقابلات، ولا هي كلها إطار نظري؟ آه رسالة كلها نظري. طب ده احنا كده هنعوز مراجع كتير خالص. هنعوز على الأقل كده يا فندم حوالي مثلا 150 مرجع، 150 مرجع. الباقات دي مش هتنفع معاهم، هتختاري باقة من اللي هي المفتوحة، ممكن تحتاجي ضعف دي. فبدل ما نعمل دي ونجرب ونعمل، ما دام احنا عارفين احنا عايزين ايه، اختار ده اللي هي الواحد دي كمثل يعني. وتختاري بقى عدد على حسب عدد. احنا مثلا لو هنستخدم 100 مرجع، 100 مرجع طبعا انت هتستخدمي كتب، بلاش يعني على قد ما تقدري بلاش كتب، وخليها ابحاث ورسائل كلها تبقى صغيرة كده. هتروحي هتقولي لهم انا عايز الباقة دهي، وعايزة تفتحوا لي فيها مثلا 5000 صفحة مثلا ليا ضعف دي، ونجرب فيهم. هيفتحوا لك مثلا 5000 صفحة. دي مش دي مبادرة انا عاملها مجانية للباحثين، هنشرها على كل الجروبات، وهتفضل معانا ال3 شهور بتوع الصيف، 6 و7 و8 ان شاء الله، لان انا بستهدف فيها الاف الباحثين ان انا ادربهم. هنبدأ فيها من اول تحديد المشكلة لغاية
ما تخلص الرسالة بتاعتك تعملها ازاي. هتبقى مش محاضرة واحدة، هتبقى الموضوع مفتوح. اللي هيسجل هنجمعهم مجموعات كده، مجموعات، ونبعت لهم ونقول لهم اليوم الفلاني هنعمل لكم محاضرة كذا اليوم، بس مش كله هيبقى مع بعضه طبعا، هنقسمهم. هنبعت لهم على الواتساب، هنشرح فيها كل حاجة إن شاء الله على قد ما نقدر يعني. يعني كل اللي أنا عارفه هقوله للناس في كل الأنواع وكل الأشكال. وأنا كده كده كان ليا قناة أصلا على اليوتيوب بقالها 5 سنين، وقبلها كنت شغال على المنح بقالي 8 سنين أهو، سافر عن طريق منح الحمد لله اللي أنا نشرته حوالي 200 شخص في كل أنحاء العالم. وموضوع البحث العلمي اللي أنا عملته، عملت حوالي 65 دورة البحث العلمي قبل كده، دي كانت دورات مدفوعة قبل كده قبل موضوع الورش المجانية. بعد كده القناة نشرت عليها 20 فيديو عن البحث العلمي لا يتعدوا 2 ساعة، ولكن فيهم خلاصة الموضوع برضو. فقلت ان انا كده كده انا عامل الفيديوهات دي قديمة والحاجات دي قديمة، قلت اطور نفسي واعمل ورش للناس. لما عرفت سكوبوت قلت حاولت انشره للناس عشان يستنفعوا اكتر واكتر. فقلت هعمل المبادرة دي بقى كده. ايه يعني ده اللينك يا فندم، ده اللينك. فقلت ان انا ايه، حاضر يا فندم، تحت أمرك أهو. الحاجة اللي احنا قلناها يا فندم، واليوتيوب بتاعه، وكمان الفيس اهو. ده الفيس دي كل البيانات. بعد كده حضرتك هتختاري يا دكتورة دعاء، هتختاري بقى اللي هي المفتوحة، وقولي لهم ها أنا هحتاج كذا. والناس الصراحة متعاونين أوي في الموضوع ده، يعني في حد حضراتكم مشترك يقول لنا على أي تجربة له مع الموضوع، في حد اشترك معاهم؟ دفعتي فودافون كاش ولا بنك؟ تمام. هو يعني التجربة طيبة معهم يعني؟ تمام. ده الناس يعني واكلاني في الموضوع ده يا فندم. وبعدين دي مجرد أداة، أنت استخدمها زي ما أنت عايز.
اشتغل بيها زي ما انت عايز، حلو او وحش انت حر. لا دكتورة هويدا حضرتك المراجع معانا، ومن يريد القراءة يقرأ. صحيح رأي حضرتك، في حاجة في الاشتراكات، في حاجة في التسجيل على الموقع، في حاجة في مراجع، حد عايز مراجع معينة؟ لأن أنت أنا كل الإنسس المسجلة في الـ معانا في ورشة العمل مسجلين إن هم عارفين عن بنك المعرفة ودار المنظومة، فيبقى الحاجات العربي ما فيهاش مشكلة، فعشان كده أنا جبت بالأساس حاجات إنجليزي وفيها عربي وفيها كل اللغات التانية، بس بالأساس إنجليزي. فأعتقد إحنا كده غطينا الدراسات السابقة. آه بتاع الكتب يا فندم، بتاع الكتب. طيب سهل، ده الكتب اهي مفيهاش اي مشكلة. هتكتبي الكلمة هنا كده بكل بساطة، ده المراجع ايام، ده اسم الكاتب، ده اسم المرجع، ده دار النشر، ده السنة، العدد، ده الصفحات الانجليزي والبي دي اف بتاعهم تلاتة، وده الرابط بتاع التنزيل. اضغطي على اتنين ده، وانا بحب رقم اتنين ده، يعني اضغطي عليه. شوف بس النت عندك، النت عندي ما خرجش، خلوش يفتح اصلا. طب كويس والله فتح يا جماعة، تتكي جيت هنا اهو كده اهو، بس اضغط هنا هينزل ضغطة، نزل اهو بي دي اف اهو. طب والله حلو، ما حضرتك قلتي بي دي اف الكتاب اهو. اسبرينجر سنة كام ده؟ 2008. كويس والله، كتاب عظيم جدا اهو، هنشتريه بكتير خالص لو هنجيبه كده. بس في رابط تاني ديجيفو، في رابط ديجيفو ده خدي كده لما تنزليه، خدي ارفعيه على كونفيرتو، كونفيرتو كونفيرتو، حمليه ارفعيه اهو، هو يتحول لبي دي اف. حوليه من دي جي فو لبي دي اف، اختاريه من على الكمبيوتر او من على الموبايل ان اهو، وقولي له حول بيحوله لك. بس في امتدادات تانية يا جماعة غير الدي جي فو، اعتقد في امتداد اسمه بي كيو باين، انا شفت في رير اهو ده عايز يتفك، في غير الدي جي فو في امتداد تالت انا شفته لمرجع كنت بنزله، رير ودي جي فو وبرضو اكستنشن، ما شفتش انا ده في جينيسيس، انا شفته في كونكتد بيبرز. كونكتد بيبرز ده عظيم في كل حاجه الصراحه، لان المتاح عندك اهو الفيو ريزلتس ديتيلز سيرش نو ذا كولوم، اعتقدش ده اصلا كمان له فايده يعني، ده التايتل والاسر والسيريس لو هي اعداد، لكن الكتب مثلا ما فيهاش اعداد صح؟ ييرز، طب خلينا كده نختار، ما اعتقدش تجيب ييرز، طب هات ييرز كده، ما جابتش خالص. ده كلهم ست فوق فيها اختيار اهو بتاع يعني انت، بس ما جابتش بقى لما انا كتبت، ما جابتش مع ان ال تايتل اختيار واحد، ما ينفعش اتنين تايتل او صح كده، ما عملناش كده نفس النتيجة، ما ظبطتش معايا دكتورة. انت حاولي يمكن تظبط، هي دي الخيارات اليتيمة الوحيدة اللي موجودة، ممكن تجيب، بس اللي انا متأكد منه ان كونكتد ويبرز لما تتكي عليه من جوه يمكن يجيب لك بقى موضوع الفلترة ده، لو انت محتاج ايه انا هجيبه لك، الناس كلها عارفين دار المنظومة وبنك المعرفة،
اوجع دماغي ليه بمواقع عربي؟ اجيب لك المواقع اللي تجيب لك الانجليزي بالاساس، اللي هو اصلا الناس كلها 60% مسجلين انهم عايزين مواقع انجليزي اصلا. الناس كاتبه، طب انت عايز اي لغات تانية؟ الناس كلها كاتبه عربي وانجليزي، يعني بلا استثناء كده مثلا 10% ولا حاجه اللي كاتبين استثناءات، هيبقى معظم الناس عايزين عربي وانجليزي، فبنعمل لهم عربي وانجليزي. معايا دكتوره؟ نضيفها عادي، في مواقع اسباني وفي مواقع الماني وحاجات جميله قوي، في موجود كل حاجه، وموجود كل حاجه. ففي اي سؤال تاني يا جماعه؟ اي سؤال عشان ننهي الورشه؟ انا سعيد جدا بقالي معاكم 3 ساعات و10 دقايق، سعيد جدا معاكم. في اي حد له اي سؤال تاني؟ باكد عليكم موضوع المبادره، وارجو ان انتوا تنشروها في كل حته، وارجو ان تكونوا معانا باذن الله. واي باحث تبعكم في كلياتكم او في على جروبات او حسابات الفيس او ايا كان، حساب الفيس انا حطيته ليكم فوق اهو، وكل والصفحة اليوتيوب، كل حاجة. واي حد محتاج اي حاجة من اي مكان تحت امره، انا بحاول اعلمك ازاي تصطاد وانت اصطاد. موضوع ان حد يعمل لك دي عايزين نقضي عليها، ان انت تعتمد على حد يعمل لك. اتعلم الصيد، ما تفضلش حد يجيب لك سمك وتاكله، اتعلم الصيد. الصيد سهل والله، ولما بتتعود بتبقى الموضوع بالنسبة لك ممتع. يعني مثلا بتاعت جينيسيس دي كانت مأساة، بقيت بتجيب لك الكتب اهي ببلاش، كتب انجليزي اهي ببلاش. الكتاب ده على فكرة اللي انا نزلته اللي قدامكم ده بتاع الايكونومكس ده ب 300 دولار، روح اشتريه ب 300 دولار. انت اصلا لو اشتريت بقى من على سكوبل ب 300 دولار هتخلص لك البحث بتاعك كله، اللي هي تمن مرجع. فانت هتنزل لك مراجع فوق ما انت متخيل، من على جينيسيس، تخلص بيها كل اللي انت عايزه، وتقسمها زي ما انت عايز، وتعمل بيها كل اللي انت عايزه. ف ده شيء بقى يرجع لك انت. في حد عايز يسأل اي سؤال؟ دلوز دي دار نشر، دي اشهر دار نشر فرنسية، نشر الكتب خاصة الكتب القانونية، كانت مشهورة اوي عندنا عشان الكتب القانونية يعني. يا باشا، ده دار نشر عاملة زي سبرينجر كده، وزي السفير، اللي هي السفير دي افضل نشر ابحاث في العالم، دار نشر هولندية، بتبيع البحث ب 21 يورو. تحت امرك فن. دخلي اللي انت عايزاه دكتورة، دخلي حتى الاسم بس وانت دوري فيهم، وهتلاقي حاجات احسن اكتر من اللي انت عايزاه واحسن. هنشرها على التليجرام وعلى الفيسبوك عندي، وعلى كل جروبات الدراسات العليا اللي ترضى تنشر بوست زي ده. هبعته لحضرتك اهو. بسم الله. حد بسم الله. ده التليجرام اهو يا جماعة، القناة، وده الجروب، 30 رسالة دكتور أو ماجستير مع زملاء من الزملاء. طبعا أنا ما بكتبش حاجة لحد، أنا بعلمه أستاذ برضو، فبعلمه أستاذ على سكوبوت وعلى المواقع التانية دي. دي ناس في ورش العمل وغير ورش العمل، كنا بنتصل فرادى ونتصل مع بعض، نعمل ايه في كذا، نخلص ناس عندها شغلها سواء حاجات أكاديمية أو حاجات مرتبطة بالماجستير أو الدكتوراه، سواء ناس يعني زميلات أو زملاء. في ناس كانت هتتفصل والحمد لله تم إنقاذها، والحمد لله في ناس تانية كانت متوقفة على مراجع أجنبية، تم حل المشكلة، نقول لهم ازاي يتعاملوا مع سكوبوت هما بيخلصهم، ولما النتائج تطلع لهم بعرفهم هيعملوا معاها ايه، وبينجزوا ما شاء الله. فنحمد ربنا يعني. في اي حد منكم في حاجة تعمل معاه كده، انا تحت امركم، وتحياتي لكم.
واللي بنصحكم ان انتوا تستخدموا الادوات البحثيه كلها، حتى لو هتتفرغوا الاول انتوا تتعلموها وبعد كده اشتغلوا على ابحاثكم. من ضمن ادوات البحث الاساسيه بعد ما يكون كويس في تخصصه، وبعد ما يكون كويس في تخصصه وتقديره، وبعد ما يكون كويس في الانجليزي، لازم تتعلم انجليزي، تستخدم الادوات البحثيه بقى دي على اساسها الاوفيس، واساسها بعد كده الانترنت تتعامل معاه كله، واساسها تسجل حساباتك في جوجل وتسجل حساباتك في المواقع اللي انت هتجيب منها مراجع، المواقع اللي انت هتشترك فيها تفيدك في حاجه زي سكوبوت، حاجه زي جوجل بوكس، حاجه زي ريسيرش جيت، حاجه زي جوجل سكولر. سجل 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 وخليك حاجات والايميلات شغاله معاك، مواقع عالميه. الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. اتعلم وعلم نفسك، ما تضيعش وقتك، الوقت هو عمرك ما تضيعوش. اعمل ثواب في غيرك، علم غيرك. طبعا انا احتاج ناس معايا في المبادرة، انا محتاج باحثين، المبادرة مجانية تماما يا جماعة، وانا اعتبر شبه يومي مع الناس. انا اسمهم ويبقى مع بعض شبه يوميا. عايز الناس تتعلم، عايز اخلص ابحاث تانية مع الناس، ما عنديش مشكلة. اللي واقف مع حاجة يحضر ابحاثه. بالظبط، جوجل سكولر زي بنك المعرفة ده مفيش مشكلة. او انت اصلا هتعملي اصلا جيميل، انت بتسجلي على جوجل كله، وبعد كده بتخش تسجلي، يقول لك هتسجلي بالجيميل بتاعك، تقولي له بيقوم هو مسجلك فعليا. نفس الموضوع هناك برضو في ال بص يا فندم، جوجل ده أعظم آلة في التاريخ، وأكتر آلة متوحشة في التاريخ، أو أكتر تكنولوجيا متوحشة بتعرف عنك كل حاجة في التاريخ، عن كمان عن فيسبوك. هو مفيش حاجة عليه مجانية، بس عشان إيه؟ مفيش حاجة عليه مجانية فعليا. حتى الكتب اللي عليه هي بيطلع لك لسانه كده، بأنه بيقدم لك مثلا من الكتاب أبو 300 صفحة، يقوم يقدم لك 30 صفحة 40 صفحة، فيخليك إيه مشتهي الكتاب أكتر، وهو يقوم موقفك عنه عشان تشتريه، لان هو مكتبة بيع اعلانات ومنتجات، فبيستخدم كل حاجة ليك او فيك عشان يبيع لك حاجات مرتبطة بيك. فجوجل مش افضل حاجة تنزلي من عليها كتب ولا ابحاث، عشان كده ربنا يبارك في سكوبوت ان هم نشروا حاجة زي كونكتد بيبرز مجانية، وبتجيب لك الحاجة مباشرة. سيمانتيك بيبرز افضل من جوجل سكولر على فكرة، وبيجيب الحاجات اللي بيجيبها، وهو سيمانتك بيجيب بطريقة مباشرة أكتر. ده اللي أنا شايفه يعني. طبعا مش هنستغنى عن جوجل، لكن في النهاية لازم نبذل شوية فلوس لو أنت عايز حاجة أفضل، لو أنت عايز حاجة أفضل ده، بس لازم تبذل شوية فلوس. الحمد لله ان الموضوع عاد ابسط يا جماعه. انا واحد زي، انا كنت عامل الرساله بتاعتي في 2015 في الاقتصاد، وكنت صارف في 3 سنين 110,000 جنيه، سواء مراجع، سواء يوم المناقشه، سواء ملف مروح ومجي. انا كنت مسافر على 45 مكتبه ورقيه عشان اجيب كتب، وانا كاتب الرساله بتاعتي 1100 صفحه في الاول، صفصفوا على 400 صفحه، كنت كاتبهم من حوالي 800 مرجع، صفصفوا برضو بعد ما انا نقصت عدد الصفحات ده على 450 مرجع. فانا اصلا من الطريقه القديمه، انا من الطريقه القديمه يعني. راي حد صاحبي، انا طبعا هحذف الحته دي من الفيديو لو نزلت الفيديو ده، واحد زميلي انا كنت معلمه كل حاجه، او ناس كتيره معلمه حاجات كتيره في الرسائل. لما بدات اتكلم عن سكوبود بيقول ليه انت تساعدهم، هم المفروض يتعبوا زي ما احنا تعبنا، ولو انا ما كنتش عارف ان انت تعبت التعب ده في الرساله بتاعتك، ما كنتش كنت قلت ان انت اصلا ما كتبتش رسالتك، بس ان اصلا انت كاتب رسالتك ومساعدني في كتابه رسالتي انا كمان، فانت تعبت تعب جامد جدا، فما سيبهم يتعبوا، هما كده هيبقى يحصلوا على الدكتوراه والماجستير بتاعهم بسهوله. فقلت له يا اخي يمكن ده رزقهم، سكوب ده يمكن رزقه، ايه المشكله؟ رزقه ايه المشكله؟ يعني احنا انا كاتب على السيستم القديم اللي هي من الورق ومن الكتب، وهي اتعمت
وجالي التهابات في الأعصاب الطرفية من كتر الكتابة على الوورد، ورجلي مشاكل في رجلي ومشاكل في ظهري ومشاكل في يعني هنا وهنا وهنا. فبحاول ان انا اساعدك ان انت ما تتعبش التعب ده كله، بس انت حاول تساعد نفسك بانك ابذل مجهود، اتعلم الادوات دي، اشترك في الادوات دي، ومهما انت عملت واشتركت وكذا فانت مش هتصرف فلوس اصلا. انا لو رجع بيا الزمن دلوقتي وانا كده كده اشتركت في بقى اكبر باقه كانت لسه موجوده في كانش فيها اللي هي على سكوت، كان ب 2000 دولار، والله باع لهم الفلوس فودافون كاش هنا في مصر. طبعا كانت باقة غير عادية يعني، حاجة كبيرة خالص. طبعا لسه ما خلصتش لغاية دلوقتي، بقى لي كده 6 شهور ولا حاجة وما خلصتش معايا، مع إن أنا بستغلها على طول. ورغم ذلك لما أجي أتكلم مع حد إن هو يشتري باقة بيقول أنا مش مثلا، بيقول دي غالية أو مش غالي، حضرتك بتدفع فلوس كتير أوي في كام حاجة يعني. فحضرتك استغل الأدوات زي دي، استغل أدوات زي دي. فاكر انا لما كنت بشتري الكتب اول مره، لان احنا طبعا انت لما بعد ما تسجل تبقى عارف موضوعك وعارف حاجتك، فبتروح تجيب مثلا معظم المراجع عشان تبدا تشتغل. فانا قلت انزل اشتري 70 80%. طبعا كان افضل حاجه مشهوره، الكلام ده كان في 2012، افضل حاجه مشهوره مثلا شارع النبي دانيال في اسكندريه لو حضرتك عارفينه، وطبعا القاهره كلها خاصه وسط البلد والمكتبات بتاعه عبد الخالق ثروت، وطبعا سور الازبكيه وكده. وطبعا انا كان الرساله بتاعتي في التعليم الفني الصناعي واثره على التنميه الاقتصاديه، فانا مرتبط بالاقتصاد ومرتبط بالحاجات التربويه ومرتبط بوزاره التعليم العالي، وزاره التعليم التربيه والتعليم، مع البحوث التربويه، المركز القومي للبحوث التربويه، مع التخطيط، اقتصاد وعلوم سياسيه وحقوق وتربيه، و لفيت حوالي عن يعني حوالي حوالي بالظبط حوالي 45 مكان انا لفيتهم على مستوى الجمهوريه في 7 محافظات، خاصه طبعا القاهره اللي هي فيها معظم الاماكن، وانا اصلا من المنصوره. فلفيت جبت مراجعي معظمها كنت بحملها في شكاير كتب وبشيلها واجيبها، فاشتريت كميه كتب رهيبه واشتريت ابحاث واشتريت واشتريت. شايفين كنت انا يعني بنشر صوره لواحد كده، الواحد ده فاتح قدامه قاعد على السرير ومعاه الموبايل وبيقرأ في كتاب وبيكتب كده بيكتب ملحوظة من كتاب، وهو قدامه حوالي 20 كتاب مفتوحين كده جنب بعضهم جنب بعضهم، ده بيطلع معلومة بس. ده بيحصل فعليا، احنا كنا انا كنت بعمل افحش من كده يعني، وحضراتكم اكيد بتعملوا حاجات زي دي يعني. بس اللي انا اقصده مادام في حاجة اسهل من كده، طب ما ايه يعني، ليه تتعب نفسك كل ده التعب ده في مقابل ان انت ممكن تحصل على حاجة بتعب اقل؟ مش ان انت مش هتتعب، لا هتتعب بس اقل. فبدل ما تبحث في 20 كتاب هتبحث في 200 300 كتاب. فبدل ما تعمل مراجع، بدل ما تاخد رسالتك من 200 مرجع، خدهم من 400 في نفس الوقت، او خدهم من 1000 في نفس الوقت، يبقى انت قصرت البحث العلمي بحاله. ولا ايه رأيكم يا جماعة؟ ده كل وجهة نظري. انتوا معايا يا جماعة؟ كلموني، انا بكلمكم، احنا بقينا الساعة 12. دكتورة انتصار ايه رأيك؟ دكتورة منى، دكتور مين، ناس معانا كتير، دكتورة هويدة، دكتورة نور، دكتور مطيع، ايه رأيك؟ حتى كنت سبتنا شوية وبعدين رجعت. حضرتك سبتنا شوية، أنا كنت بكلمك على الباقات، أنت كنت اتضايقت أو كده من تغير الباقات. أنا كنت معرفك إن هما يغيروا أول 6، وأنت كنت عارف، أنت بتحضر معانا على طول. طيب خلينا نرجع لموضوعنا، أنت شايف حاجة من اللي أنا بقولها غلط؟ الله يفتح عليك. طيب الدكتور اللي هو كاتب الاقتصاد بيتكلم لعبة الأعمال، حضرتك معانا من الأول ما شاء الله عليك، أنا شايفك أول واحد كنت مشترك، ممكن نسلم عليك حتى؟ الاقتصاد بيتكلم لعبة الأعمال. دكتور أو دكتورة
التكميل على قد ما بيقدروا. عشان كده بنأكد على إن أنت تسجل بياناتك كويس ومظبوطة علشان يعرفوا يتواصلوا معاك، لأن حقيقي هم عادوا بيشيلوا الحسابات اللي بتبقى فيها أي غلطة، إيميل أو رقم تليفون غلط أو واتساب غلط، بيقوموا شايلينه ورايحين دماغهم، حتى لو هو مشترك، حتى لو هو بتاع باقة، حتى لو هو عمل أي حاجة، لأن الغلطة من عنده هو. هم كاتبين كده على فكرة في الشروط والأحكام، إن البيانات بتاعتك تكون سليمة علشان نعرف نتعامل معاك بطريقة مباشرة. وطبعا كل حاجتك سرية، كل أمورك مفيش حد بيشوفها إلا أنت، فأصلا أنت حاجتك مأمونة وبحثك مأمون. في أي سؤال تاني يا جماعة؟ في سؤال تاني؟ في حد كان كاتب بيقول إن سكوبوت ده جوست رايتنج، انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ جوست رايتنج اللي هو كده انتحال، هل هو كده بينتحل بعد اللي انا شرحت لكم؟ هل هو كده بيسرق انتحال علمي؟ لا، ده تجسس يا فندم، ده مش الفكرة بتاع الانتحال. الانتحال ده اللي هو انت كده خدت حاجة مش بتاعتك. ده كاتبها لي في التعليق وكأنها هرد يعني. انا طبعا متعود على الناس دي، لان انا اصلا حسابي اتقفل 3 مرات في شهر واحد بتاع الفيسبوك عشان الجماعه اللي هم بيكتبوا الابحاث بفلوس للناس، فانا متعود على الناس دي الصراحه. انا خلاص يعني خدت مناعه منهم، فما قعدتش برد. اللي بيقول حاجه زي دي بيبقى مشكلته ان هو فاتح مركز وعايز الناس تروح تكتب بفلوس عنده، دي مشكله. المشكله التانيه ان هو ما جربش، فانت ما جربتش حاجه تدي رايك فيها ليه؟ انت ما جربتش اصلا تعلق ليه؟ حاجه موجوده قدامك هتحكم على الحاجه امتى؟ يعني المثل العام تعرف فلان ما تعرفه، تعرف فلان اعرفه عشيرته يبقى ما ت... لا يبقى ما تعرفوش. بس بكل بساطه سيدنا عمر بن الخطاب كان بيسال واحد، بيقول له هل تعرف فلان؟ فقال له اعرفه. قال له يعني ما بال عرفته؟ هل عشرته؟ هل ساكنته؟ هل سافرت معه؟ قال أراه في المسجد. فقام يدينا بقى اللي هو الحكم بتاع ال3 حاجات، إن أنت تعرف البني آدم من 3 حاجات، سيدنا عمر بن الخطاب، إن أنت في سفر أو في نسب أو في فلوس. لكن أنت بتشوف في الجامع كل يوم، ده ماهوش حكم، أنت ما تعرفش عنه حاجة. بتعرف البني آدم في الجواز، في النسب، أو في السفر، أو في الفلوس. فانت يا فندم سكوبوت وحش، خش يابا جربه، شوف في نتائج وحشة، شوف انتحال، شوف مش انتحال، شوف هو بيدعي حاجة مش موجودة، انت خش وشوف. لا احنا ما اختلفناش في عدم اتفاق الناس، احنا لسه بنتكلم ان ما تحكمش على حاجة لما تتأكد منها، هي دي بس النقطة. لان انت لو عملت كده يبقى انت منتفع من حاجة، ان انت بتهدم حاجة قدامه. وعلى فكرة موضوع الكلام السلبي على أي حاجة برضه بيجذب ناس ليها، يعني الحلو والوحش بيجذب اللي قدامك. يعني في ناس تقوم إيه عاملة هوجة كده على حاجة تقول دي وحشة، ففي ناس تقوم داخلة شايفة في ودون الناس عاجباها. يعني اللي أنت عملته بتقصد بيه إن أنت تبعد الناس عن الموضوع؟ لا، ده الناس عرفت وقامت داخلة، فأنت ممكن الموضوع يتقلب. ففي أي أسئلة يا جماعة؟ في أي أسئلة؟ إحنا كده ضربنا أول رقم قياسي في كمان 3 ساعات ونص مباشرين. اي سؤال؟ طب حد عايز اي حاجه؟ حد عايز اي مراجعه؟ اي حد اي حاجه عن سكوبوت؟ اي معلومه؟ حاجه مستقله بس هي بتبقى داخل كونكتد بيبرز عادي، سيمانتيك دي لو دخلتها لوحدها على تدخل لوحدها عادي. سيمانتيك بيبرز ده موقع ابحاث عادي خالص ممكن تدخليه. كونكتد بيبرز فيها بيجيب لك من سيمانتيك برضه، بس بيجيب لك حاجات اكتر تحديدا، بيجيب لك من سيمانتيك ومن جوجل سكولر ومن كام حاجه تانية. حضرتك احنا كن دي المحاضره العشرة او ورشه العمل المستقله العشرة دكتوره ولاء، بخصوص سكوبوت او المراجع. عملنا 10 ورش عمل، فالموضوع واخد منحى ان الناس عايزه كمان. فانا عملت بقى ايه، اوسع الموضوع اكتر بان احنا نعمله مبادره. المبادره دي نعلم الناس بقى من الاول للاخر، من اول ما تعمل من اول ما تعمل خطه يعني، تحدد مشكله لغايه ما تناقش.
مرورا بقى بالمراجع، مرورا بكيفية الكتابة، مرورا بالأدوات البحثية، مرورا بإعادة الصياغة، مرورا بالاقتباسات. القناة تحياتنا لحضرتك دكتورة كيلاني، دكتورة أمال الكيلاني، تحياتنا لحضرتك. وتنشروا عن المبادرة، أنا طبعا هنشرها على ال وهنشرها على كل الجروبات اللي تسمح ان انا انشر عليها، انت في طبعا جروبات ما بترضاش. دكتورة ايمان حسن، اهلا بحضرتك. وهنشرها على التليجرام، صفحة قناة التليجرام، واي حد انتوا عايزينه يستنفع انشروا عنها، انا تحت امركم، انا كده كده معاكم 3 شهور بتوع الصيف ان شاء الله. حاولوا بقى تستغلوا الوضع بان احنا نخلص مع بعض الرسائل، انا بقول نخلص 30 رسالة ماجستير ودكتوراه مع الزملاء، هم اعرفك الطريق، انا بعلمك تصطاد، مانيش هعمل لاي حد حاجه، انت هتعمل لنفسك، هتساعد نفسك بنفسك، انا هعلمك تصطاد. واعتقد انت كده ده المفروض يحصل، لان الهدف من التعلم ان انت تتعلم ازاي تتعلم، مش ان انت تتلقن وكانك في الثانويه العامه زي ما احنا بنطلع الطلبه قاعدين يحفظوا كده، لا عايزينك تفكر وتشتغل انت كده. تمام يا فندم، وتحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.